طيب يا شباب، هستأذنكم دلوقتي، معلش يعني، معذرة يعني، هعمل ميوت للناس كلها علشان هبدأ الشرح، وبعد كده يعني عشان بس نعمل تنسيق للميتنج بتاعنا. انا هبدأ شرح، تمام كده، وأول ما أوصل لليميت معين هقف وأروح فاتح الميوت. أو الكل، أنتوا عندكم على فكرة اكسسبيليتي إنك أنت تفتح الميوت بتاعك يعني. فاول ما هقول يا جماعه اللي عايز يسال سؤال او كده، عند كل وقفه هنبتدي ايه نسال السؤال يعني. اقول لكم يا جماعه نسال، تمام، تبتدوا تسالوا عشان بس ايه ما تبقاش في حد بيقاطع في نص الكلام والناس تسقط مني والكلام ده كله، تمام كده يا شباب؟ فاحنا منسقه بالمنظر دوت. اول ما اقف واقول لكم يا جماعه في حد لحد دلوقتي عنده اسئله، تبتدي الناس ايه تطلع الاسئله بتاعتها، تمام؟ تمام يا باشمهندس. تمام. طيب، الناس طبعا شايفة الشاشة قدامها اللي ظاهرة ايه دلوقتي؟ تخطيط تحديد مسار الترع تمام، ومسار. تحديد مسار الترع. تمام. طيب، السلام عليكم الأول. إن شاء الله النهاردة بإذن الله هنبدأ أول سيشن لينا. هي بتتكلم مبدئيا كده، عايزين من الآخر كده تالتة مدني، هو مادة ديزاين، تمام كده. طبعا أنا عارف إن أنتوا عارفين الكلام دوت لحد ما، بس يعني اللي ما يعرفش دي بيسمع يعني. أنت تالتة مدني بالنسبة لك بقت مادة ديزاين، فأنت هتدلو بدلوك بقى من المواد بتاعت السنين اللي فاتت، إن كانت هيدروليكس، إن كان شوية حبة من فلويد، ولكن احنا اغلب الاستخدام بتاعنا هو الهيدروليكس بتاع السنه اللي فاتت. مثلا في ديزاين الاوبن تشانل، ازاي اصلا نحسب كيوهات في الاوبن تشانل، ازاي نعمل ديزاين ليها. كنت انت السنه اللي فاتت كان كل اقصى طموحاتك السنه اللي فاتت اللي هو ايه، انك تجيب العرض البي والدي بتاعت الميه، او تبقى معاك البي وتجيب الدي او العكس. لا، انت السنه دي بقى توصل لانك انت اللي هتقول لي انت الترعه دي اول حاجه هتبدا تحطها فين اصلا. طب لو درين، لو مصرف، هو برضو المصرف اوبن تشانل. احنا عندنا كل معاملاتنا اما مع سيستم ترع ومصارف، والترع والمصارف هم بالنسبه لنا الاثنين اوبن تشانل. فاحنا بنتعامل بقى ان احنا نعرف نمسك بقى مشروع ري من بابه زي ما بيقولوا يعني. من الاخر كده هيبقى عندك قطعه ارض فاضيه تماما، وحضرتك احنا مقترحين ان احنا نستصلحها زراعيا. طب ايه هي الخطوات؟ اول حاجه بينزل طبعا مهندس المشروع او المهندس المساحه، ده اول واحد طبعا يعني، بيبتدي يرفع مساحيا الارض ديت. ومن خلال الرفع المساحي اللي بيجي لنا السيرفي، نقدر بقى نعمل اول حاجه تخطيط. وده على فكره مقارنه بمشاريع مثلا خرسانه، نفس الكلام. انت كنت في ثالثه مدني، او اسف، انت في ثالثه مدني السنه دي، هتبتدي تشوف من ناحيه ان عندك مساحه ارض، وبعد كده هيبتدي يقول لك هتحط فيها هنا فريم ولا جردر، ولا انا عايزك مثلا تغطيها لي مصنع، عايز مساحه الارض ديت يديها لك كده ويرفعها لك مساحيا، ويقول لك اقترح لي فيها ايه السيستم اللي انت هتحطه الانشائي لعمل برج مثلا في الحته دي، او لعمل مبنى من 5 طوابق، ايا كان بقى، عامل تعمل مصنع. فهو هتبتدي انت تعمل ايه؟ تخطط. اول خطوه انك انت تعملها في اي مشروع، رافع مساحي يجي لك وانت تخطط على الرافع المساحي اللي جالك، رافع مساحي للارض الطبيعيه اقصد، بتاعت ايه؟ الارض اللي احنا عايزين ايه نخططها. طيب، فاول حاجه احنا من خطوه من خطوات المشروع الالاينمنت. انت بقى عايز اقول لك لحد ان شاء الله ما تتخرج من سنه ثالثه، انت هتاخد من اي تو زي في الديزاين، يعني من اول التخطيط، ثم بعد كده التصميم، ثم بعد كده او لا التخطيط، ثم حساب اللودز، ازاي بقى نحسب الاحمال. الاحمال بقى بالنسبه لنا هنا مش ويند لود ولايف لود، لا، احنا بالنسبه لنا الاحمال هنا الديسيت شارجز، الكيوهات. انا عايز امشي ميه قد ايه في الترع والمصارف دي، او في الترع يعني، بحيث ان انا اقدر استصلح كذا فدان اكس من الفدانات في ايه في المنطقه دي. طيب، الجزء اللي انا ده طبعا بيبقى بناء على التخطيط. انت بتعرف ان كل ترعه او كل مصرف بتقدر تخدم مساحه قد ايه من الفدادين، وبناء عليه بتبقى عارف ان مثلا النبات اللي هتزرعه هنا، فبتبقى عارف الاحتياج المائي بتاعه، فبالتالي بتتوقع او بتستنبط كميه الميه اللي انت محتاجها في الايه؟ في الترعه ديت. يبقى ده كده اللودز، الكيو. بما انك معاك الكيو وعايز تمشي الديسشارج ده على المكان ده
بالظبط اللي انت خططته، انها تقول هنا ترعه في المكان ده او هنا مصرف. فبالتالي تيجي تعمل ايه بقى؟ تلجا لمرحله الديزاين. يبقى احنا معانا ايه؟ الاينمنت، معانا لودز اللي هي بالنسبه لنا الديستشارجز، ثم بعد كده بيهم نروح نعمل ديزاين للكروس سكشن، نعرف بقى عرض الترابيزويد للشانل دي البي بتاعها بكام، عمقها الدي بتاعتها كام، البرم يبقى على منسوب كام، البنك على منسوب كام، طب الميول الجانبيه هل هيبقى 3 ل2 و2 ل1 ولا 1 ل1 و2 ل1 ولا مش عارف، وكل الميولات ديت. طب عرض الطريق، هل الطريق اللي انا اللي على ضفاف، على ضفاف الترعه دي، هل مثلا ده طريق خدمي، طريق رئيسي، هل في مثلا خط سكه حديد بيعدي، طب يبقى عرض الطريق ده قد ايه؟ طيب بعد اذنك ممكن بقى بعد ما عملت كل الكلام ده ورسمت الترعه دي كلها وخلاص وعملت لها ديزاين وعرفت لي كده البرم منسوبه على كام والبنك منسوبه على كام وعرض ده كام وعرض ده كام والميول الجانبيه اللي هنأسس عليها الترعه، طيب ممكن تقول لي بقى من الاخر كده زي ما بيقولوا ايه البي كيو، البيل اوف كوانتيتي، بنشوف بقى المقايسه، هو حضرتك انت محتاج تحفر قد ايه وتردم قد ايه، ردميتك قد ايه وحفرك قد ايه، عايز اعرف بقى اترجم الكلام ده لفلوس علشان بعد كده اعمل العطاء بتاعها للناس للمقاولين واشوف مين المقاول اللي هيعرض عليا سعر اقل من حيث كميات حفر وردم، ولو مثلا في ترع عايز اعملها طبطين خرسانه هيحتاج حجم قد ايه من الخرسانه، طب هيكلفني قد ايه. فانت هتخش هتمسك كانك المشروع من الالف للياء، تمام كده، هو دوت ايه، هي دي ثالثه مدني، تمام. وهنيجي بقى نلجا بقى في الترم الثاني ده كده الترم الاولاني، الترم الثاني باذن الله تعالى هيبقى بنتكلم عن المنشآت الري عامه، يعني مثلا دلوقتي بقى الترعه اللي احنا عملناها دي، طب لو انا عايز احط عليها هدار وير، طب لو انا عايز احط عليها بريدج كوبري، طب انواع الكباري اللي بتمر اللي هو الكباري اللي بتعدي ايه التقاطعات، يعني بنحل التقاطعات، لو انا مثلا عايز اعدي كوبري زي كوبري قصر النيل ده مثلا او كوبري اكتوبر اللي معدي من فوق النيل عشان اعدي العربيات من فوق الترعه، طب ده تاثيره ايه على الهيدروليكا بتاعه الترعه، الهيدروليكا بتاعه الترعه هل هتتاثر؟ لا مش هتتاثر، طب هتتاثر من ناحيه ايه؟ هنفهم بقى الكلام ده كله ازاي، ازاي ندرس التقاطع الكباري مع المجاري المائيه. بعد كده هنخش بقى نعرف طب يمكن لو احنا البريدج ده الكوبري هل ده اسلم حل ولا ممكن نعمل كالفرت ان احنا نعدي الميه ونخلي الطريق هو اللي يتردم فوقيها، ونشوف الميه لما هتخش جوه الفتحات النفق، الكالفرت ده كانه نفق، بعمل نفق للميه. اعتقد الكلام ده اخدته في رسم مدني يعني في اولى مدني. بتتعرف بقى على الرسومات بتاعتها، ومش عايز الناس عشان بس ممكن يكون في فيدباك او في تخوف الناس وهي داخله لثالثه مدني ان ده انت بترسم في ثالثه مدني، ده انت هتفتكر رسم اولى مدني. لا انا مش عايز الناس تبقى قلقانه من الحته دي خالص، انت الرسم بتاعك ده بيبقى بناء هو قريب من الكونسبتس بس بتاعت اولى مدني، اللي هو يعني تعرف يعني ايه ترعه، يعني ايه بد برم بنك، وتبقى عارف ان المفروض رسم ري ده بيترسم في اربعه فيوز اللي هو الاليفيشن والبلان والاليفيشن والاب ستريم سايد فيو داون ستريم سايد فيو، الحاجات دي لازم بس تكون عارفها. اما بقى ان هو احنا هنعمل هنا مش عارف سلم وهنعمل مش عارف ايه التفاصيل كانت بتاعت اولى مدني الزياده اللي هو بيحط لك مليون حاجه مع بعض، لا احنا ما بنتدخلش في التفاصيل دي. احنا كل القصه ان احنا بيبقى عندنا منشا بنصمم ترع، بنروح رسمين الترع بابعادنا اللي احنا مريحانا مريحه التصميم بتاعنا بناء على اشتراطات التصميم، وبتبتدي ترسم بقى الكوبري، ترسم الكلام ده كله، والحاجات دي بتبقى شبه محفوظه، يعني انت حضرتك ما عندكش غير نوعين من الكوبري وبيترسموا بستايل معين ما فيش غيره، ما فيش بقى جو ان انا هلعب لك بقى في التراب وانزل لك البد نص متر وارفع لك البنك ربع متر، لا 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 ما فيش الكلام ده، يعني ما فيش اللي هو جو اللي هو ان احنا بنختبرك في الاتربه والكلام ده، لا لا لا، احنا كل قصة ان احنا بنبقى عايزين في استنباط معينة انت عملت لها ديزاين بالتالي هتقدر ترسمها، بالتالي هنبقى عندنا رسمة متكاملة وممكن نطلب منك اجزاء من الرسمة دي، يعني كمان مش بتقعد بقى بلوحة وترسم الاربعة فيوز، لا لا لا، انت بتعمل تصميم وتوريني التصميم مثلا الحماية من التآكل السكاور اللي بيحصل في التربة، عايز مثلا توريني الابعاد في كروس سيكشن معين مثلا نص البلان ربع الاليفيشن او ربع البلان نص الاليفيشن نص الاب ستريم سايد فيو، يعني احنا ايه هو ده اللي بنبقى طالبينه منك، يعني انت ممكن اصلا الديتيله دي تروح راسمها في ورقه A4 وده اللي بيحصل فعلا في ورقه الامتحان،
اما ما بنجيش بقى نقول لك لوح واللي ممكن يبقى مهول لك الدنيا، لا مش عايز التخوفات دي نهائي. عايز اقول لك دي من اكتر المواد، من اكتر المواد اللي انت هتحبها في قسم ري، هي ماده ممتده طبعا ترم اول ترم ثاني، ومن اكتر المواد فعلا اللي هتعشقها وهتعرفك، او يعني من الاخر كده هتشيل شويه التراب اللي انت اخدهم كفيدباك عن قسم ري، ان هو قسم رخم، قسم قافلنا، لانك انت كل اللي كنت اللي فات المواد اللي بتاخدها دي بيزكس، اللي هو احنا جينا بقى النهارده نستخدم البيزكس دي في ايه بقى؟ ان احنا نعمل تصميم ديزاين. هتحس انك انت مرتاح، الدكتور او انا او ايا كان من اعضاء التدريس هتلاقي كلنا بنقول لك طب حلو السكه دي كويسه، طب اعمل لها كده تصميم وشوف هتطلع لك سكه الميه كويسه ولا، طب شوف كده كميه الحفر والردم. طيب يعني هتحس انك انت مهندس مش مجرد واحد حفيظ وخلاص، او بيحفظ له شويه كام قوانين كده علشان يخش يرصهم وخلاص، لا انت ديزاينر خلاص. فانت من هنا بتحط رجلك يعني على بدايه التصميم وشكله ايه، يعني انك انت تبقى بتفكر فكر هندسي انك انت مهندس وفي موقع. فالموضوع بيختلف تماما ونظرتك بتختلف يعني الى حد ما. طبعا في ناس بتبقى خلاص متربسه وشايله على قلبها كتير قوي من قسم ري يعني، فاللي هو ايه يعني خلاص يعني هو بيتقبل الماده الى حد ما، اللي هو مبدا ايه لا حتى لو دي جميله بس تضحكوش عليا، انت اكيد مخبيين لي حاجه، عارف المبدا دوت يعني. فهو ايه يعني بيعدي الماده وخلاص، ويعني بعد كده بقى بيرميها ورا ظهره يعني. بس وفي ناس طبعا يعني بتبتدي تاخد مفهوم تاني عن القسم. نقطه بقى مهمه جدا واوصيكم بيها خيرا يعني، محاضرات الدكتوره نهله ومحاضرات الدكتوره دعاء ومحاضرات الدكتوره نيفين ومحاضرات الدكتور اشرف، هم اعتقد يعني باذن الله تعالى هو الاستاف ما بيتغيرش يعني سنه عن سنه. بس اوصيكم خيرا يعني ان ثالثه مدى من الاخر، انا حبيت اقول لكم بس ايه اسامي الاستاف، صراحه استاف في قمه الاحترام، في قمه الاحترام الاخلاقي، علو ورقي في العلم بتاعهم. انا بوصيكم جد يعني ما تعدوش محاضره، حرفيا المحاضره هي كل حاجه. يعني انت لو فاكر ان السكشن هو اللي هيقول لك الزتونه، بالعكس خالص، انت لو حضرت المحاضره هتيجي في السكشن هتبقى عارف انت بتناقش معايا في ايه، وهتلاقي نفسك انت بتمد ايدك في الشيت وبتحل بدون ما تحتاجني اساسا او تحتاج اي حد من الزملاء، هتبقى محتاجه بس في الايه التفاصيل الفنيه اللي انت بتحس فيها انك مهندس، اللي هو يا باشمهندس بص هو الدكتوره كانت قالت اعمل الميل من كذا لكذا، وانا حسيت ان الميل ده هيكون افضل في الارض دي، فهيعمل لي كميات حفر وردم اقل وتكلفه اقل. انت تبقى جاي بتكلمني في فنيات، فاهمني؟ مش جاي تقول لي او انا بقى المفروض اعمل ايه النهارده، لا لا، لو جيت قلت لي كده اعرف على طول انك انت مسقط المحاضرات بتاعت ري. هتيجي تقول لي طب واحنا ما بنفهمش حاجه محاضرات ري السنه دي، غير السنه دي يا جماعه غير، ان كنت انت شايل من محاضرات السنين اللي فاتت او مواد السنين اللي فاتت ارجوك شيل الفكره دي على جنب نهائي، السنه دي الموضوع مختلف تماما. وبوصيكم خيرا بجد فعلا بان كنتوا تحضروا محاضرات، هتوفر عليكم كتير، خصوصا ان تالتة مدني حملها تقيل. يعني انت لسه عندك خرسانه وعندك ستيل وعندك سويل وعندك 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 طرق في مواد كتير جدا انت لسه بتتحتك بيها اول مره تسمع عنها من حيث الطرق. في حاجه اسمها اللي هو نقل ومرور، السويل بتبقى رخمه شويه الترم الاولاني، في مواد كتير جدا انت لسه سكه حديد مش عارف ايه، انت بتختلط بحاجات جديده جدا في ثالثه مدني ولودز كتير، خصوصا بقى الستيل طبعا، او ده بالنسبه لكم صحيح ده الستيل اول سنه السنه دي، ف حدث ولا حرج يعني الناس بتبقى منفوخه جامد جدا لدرجه ان بالنسبه لها الري ده اللي هو انا مش فاضيلك. طب حلو مش فاضي يا سيدي للسكاشن، وبالنسبه لك السكاشن بتبقى بالنسبه لك حاجه عابره انك بتيجي مثلا بتسلم حاجه يا دوب، بس طالما مش هتيجي تقدر انك انت مثلا تناقش في السكاشن، او انك هتيجي يعني هتيجي بس يعني مش هتقدر يعني تقعد ويبقى خلقك مستحمل، لانك انت فعلا مش هتبقى مش فاضي، اللي هو انت دماغك في كويز ستيل شغال، دماغك في لوحه خرسانة عايزه تتسلم، فعلا انت هتبقى سنه الالف شيت حرفيا يعني ان ما كانتش اكتر. ولكن فالري طبعا للاسف بايه بيتاخد في الرجلين، فنصيحه مني عشان ما يتاخدش في الرجلين، عشان ما تجيش في اخر الترم تبقى عايز بقى تعرف ماده الري دي بتتكلم عن ايه، احضر المحاضرات قسما بالله. فعلا انت لو حضرت المحاضرات هي المفتاح بتاع التلتة مدني، حضورك المحاضرات وتلتزم
من الصبح مثلا تروح المحاضره تكتب ورا الدكتور ايا كان اللي كان هيكون موجود، كلهم ما شاء الله مستوى علمي تحفه يعني، هتستخلص منهم كل القصه، هتلاقي نفسك بالظبط بتروح تقريبا ما بيعديش مثلا يا سيدي ساعه 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 ونص، هتلاقي نفسك خلصت الشيت بتاعك اللي انت كنت محتاج تسلمه. حتى لو انت مثلا صممت، انا بالنسبه لي مكسب لو انا مثلا قدامي مثلا، لو انا دي حاجه قدامي يعني هتبقى تعرفوها، لو انا مثلا محتاج اصمم مثلا قطاع ولا قطاعين من مثلا عندك 10 ترع وانت صممت لي ترعه ولا اتنين، عشان انت كنت بتجرب وبتشوف الايه الدنيا شكلها ايه، لانك انت من مذاكرتك من المحاضره ومن سمعك للمحاضره فصممت لي قطاع ولا اتنين، زي الفل زي الفل. سيبك بقى من ان انا هتعامل معاك ازاي في السكشن وهعلم لك الدرجه من كام ومش عارف ايه، بس على الاقل انت حطيت رجلك على انك انت بقيت فاهم الكونسبت. بس معلش يا باشمهندس ما قدرتش اكمل، او يعني ما مش عايزك اتكلم في نقطه زي دي، لان انا بس انا بعرف اغلب الناس للاسف بيبقوا كده يعني، لو ناقلين الشيت يعني. بس لو انت ناقل مثلا 80% و20% حالل، بس على الاقل بدات، هي النقطه هي دي مربط فرس تالتة مدني، انك تقدر تلملم امورك ازاي فيها، انك تبقى عارف من كل حدوتة اغنية. ما ينفعش حاجة تهمل، لان اللي هيهمل هيتنسي وهيتفرتك ومش هتعرف تلملم امورك تاني في ايه في اخر السنة، لان برضو بيبقى تفضل الكربسة واحدة. فيعني بحاول، انا مش بقول لك احباطات، انا بقول لك انك انت ازاي تدخل تالتة مدني وتطلع منها باقل الخسائر. وعايز اقول لك بقى بالمناسبه، ثالثه مدني يا جماعه هي اكبر، شايف بقى بالرغم اللي بقول ده كله، هي اكتر سنه تقدر تحقق فيها تقدير. تخيل من كتر اعمال السنه ومن كتر الكويزات اللي انت بتمتحنها ومن كتر بيبقى فيه كميه فرايتي كبيره قوي، انك انت عندك ليميت كبير قوي بتقدر تحقق فيه درجات اعمال سنه كتير، فانت بتلاقي ان اللود في الاخر على الفاينل ما بيبقاش كبير. اه طبعا ليه حمله طبعا يعني، ولكن بتلاقي نفسك انك انت لو عرفت تعدي في الفاينل، مع انك انت يعني مثلا الترم كله مثلا مش بيبقى معتمد على كويز واحد مضروب في كل الدرجات، لا لا، ده انت بتلاقي نفسك كويز والتاني والسابع والثامن، فتلاقي نفسك لو عوضتش في الاولين عوضت في الثاني عوضت في الثالث. فالاعمال السنه بتسترتش، بتقدر انت ايه، تقدر لو فاتك فرصه في 500 فرصه تانيين، فاهمين القصد ايه؟ ولكن لو انت بقى الدنيا واقعه منك خالص، لا مش هينفع. فعشان كده بقول لك ثالثه مدني تقدر تحقق فيها تقدير، تقدر عن السنين اللي فاتت، اه تقدر تجيب فيها تقدير ومحترم كمان. فيعني انا حبيت بس كده اديكوا هنت كده في الاول، يا رب يكون مفيد ليكوا وتقدروا يعني. دايما بقول لكل الطلبه كل اول سنه، واتمنى يعني ان كنتوا فعلا يعني مش شرط تسمعوا الكلام يعني، بس يعني اتمنى ان النصيحه دي تبقى مثمره ليكوا يعني. طيب تعالوا اول بقى خطوه نتكلم فيها كده، بسم الله، نبدا بقى في في تخطيط اول خطوه يعني في مشاريع الري، ان احنا عايزين نعمل ارض، عندنا ارض زراعيه وعايزين نستصلحها. فاول حاجه عندي ارض زراعيه، يبقى يا بتاع المساحه انزل ارفع لي الارض ده مساحيه، ارفع لي بوينتس تمام كده سيرفي، ومن السيرفي من تبتدي نطلع حاجه اسمها اللي هو الكونتور لاينز. الكونتور لاين اعتقد كلكم اخدتوا الكونتور ده السنه فاتت في المساحه. فانت بيبقى عندك ايه، خطوط الكونتور دي اللوحه المساحيه اللي بتعبر عن مناسيب الارض اللي هي ايه اللي قدامك اللي انت هتستصلح. فنبتدي نعمل اول خطوه فيها اللي هي مين، خطوه التخطيط. طبعا عندنا النظام بتاع الري بتاعنا هو بيتكون من حاجتين، كانلز، ترع، الترع دي اللي هي المغذيه للارض الزراعيه ديت علشان اقدر ازرع بيها، ازرع بالميه بتاعتها. وبعد كده طب بعد ما حضرتك انت رويت الارض الزراعيه دي بالميه اللي جوه الكانلز اللي انت ضختها جوه الكانلز ديت، نبتدي نعمل ايه، الميه الزياده اللي في الارض، لان ممكن تكون انت رويت اكيد مش بكفاءه 100%، اكيد بتبقى في ميه بالزياده بتتهدر وكده، وفي ميه بتتخزن في التربه، فتبتدي تعمل حاجه اسمها ايه، مصارف، لان برضو الارض الزراعيه اكيد فيها العالي والواطي، فاكيد لو انت رويت الاماكن العاليه الميه تبتدي تنزل ترسب في الاخر، هتلاقيها راحت فين بالارض الطبيعيه، هتلاقيها ترسبت عند الاماكن اللو بوينتس، الاماكن المنخفضه في الارض، في الارض الزراعيه او في الارض الطبيعيه. فبالتالي الميه دي لو انت فضلت تسيبها هتلاقي الارض بما بلفظ كده البلدي بيقولوا ايه، طبلت الارض، طبلت المكان ده بقى ايه، مليان ميه، وهيعمل لك طبعا ايه، حشائش ضاره او هيبوظ لك الدنيا. فبتبتدي تعمل ايه في الاماكن المنخفضه ديت، تبتدي تحط فيها المصرف بحيث انك انت تحفر مكان المكان المنخفض ده، فالميه تبتدي ترش
ترشح جوه مين الاوبن تشانل ديت، والميه الزياده تنزل في ايه في المصرف. فاحنا يبقى بالتالي عندنا الان والاوت، الان اللي هي الكانلز بتغذي الدرين زي اللي بتسحب مين الميه الزياده، والاثنين زي ما اتفقنا في الاول هي عباره عن ايه اوبن تشانلز. طيب عايز بس اوريكم كده صوره لشكل الترعه اللي احنا بنتكلم فيها. ادي عندك الترعه بتاعتك اللي فيها الميه، البيد طبعا تحت، بعد كده بنطلع بميول جانبيه، وادي ده كده ايه البيرم، وبنبقى عايزين نروي الاراضي الزراعيه دي الضفاف اللي يمين وايه وشمال الترع. ده مثال كده برضو للايه للمصرف. بيبقى لو تلاحظ بص اغوط شويه او اعمق شويه، عشان بنبقى قاصدين ان احنا نعمقه علشان يقدر يلم الميه اللي بيحصل لها الترشيح من الجناب ديت. تمام كده، فهو اصلا المصرف بيبقى في مكان منخفض، فاحنا بنضطر ان احنا ايه نعمق المصرف شويه علشان الميه ايه تقدر توصل او تتصرف من خلالها. انا بقى نعرف الكلام ده قدام عشان تمام قدام كمان شويه يعني. تمام طيب، فاحنا دلوقتي عندنا كده منظر الايه الترع المصارف. دي كده لوحه للايه للرفع المساحي الكونتور لاين اللي بيجي لنا. عايزين بس نعرف نتعامل ازاي مع ايه اللوحه المساحيه. اللوحه المساحيه اللي بتجي لنا طبعا ده اللي اسمه خطوط الكونتور، حدث ولا حرج طبعا اعتقد كلكم عارفينه يعني، اللي هو كل خط بيعبر عن منسوب ايه منسوب من مناسيب الارض. تمام كده، عايزين بس لما احنا طبعا احنا هنتعامل مع خرائط او خريطه، وانت بتبقى الخريطه دي تسكيل، فاحنا عايزين نعرف بس لما احنا نبقى بنتعامل ان احنا مثلا ايه عايزين نقيس مسافه ما بين نقطتين على الخريطه ديت، فازاي بنتعامل مع السكيل بتاعها، ازاي نحسب المسافه على الخريطه. مثلا لو فور اكزامبل مثلا قلنا ان ايه اديناك خريطه تمام كده، وانت بتطبعها وانت عارف ان ايه لما احنا بنبقى مظبطين السكيل بتاعها، ان لما تطبع في الورق الاي 4 اللي انت بتروح تشتريها ديت اللي في الشيت، فبنبقى عارفين ان هي هتطبع بسكيل مثلا 1 الى 50000. ده معناه ان 1 الى 50000 دوت يعني معناها ان كل 2 سم على الخريطه هتقيسهم بالمسطره. ما لو افترضنا دي نقطه A ونقطه B، لو انت قست 2 سم على الخريطه كانك نزلت في الحقيقه قست كيلو، يبقى كل 2 سم على الخريطه في اي حته دي كانها في الحقيقه بايه بكيلو، بما تناظر كيلو في الحقيقه. تمام كده، نفس الكلام برضو اللي هو 1 الى 10000 مثلا، او دي 100000 اسف، 1 الى 100000، الواحد الى 100000 يعني الواحد سنتي بكيلو. طب ان في ناس عندها مشاكل في الحته بتاعه ازاي احول يعني باشمهندس والكلام ده كله، بكل بساطه انت دايما اللي في الجنب ده الواحد سنتي، يعني دايما الواحد ده هو الواحد سنتي. طب والرقم الثاني دوت بتبتدي تحوله لسنتي، تمام اسف بتبتدي تحوله لكيلو. فانت تيجي تقول لك مثلا ايه ان 1 سنتي دي معناها بتناظر ال 50000 سنتي في الحقيقه. يبقى تاني ال 1 سنتي على الخريطه دايما اللي على الشمال ده اللي على الخريطه، ودايما اللي على اليمين ده اللي في الحقيقه، فان ال 1 سنتي في الخريطه على الخريطه بيناظر 50000 سنتي في الحقيقه. ممكن حضرتك بقى توصل لي ال 50000 سنتي دول لكيلوهات، طبعا لما هتقسمها على كام؟ على 10 اس 5 تقريبا، فانت تقدر تحولها هتلاقيها وصلت لكام؟ لنص كيلو. يعني السنتي بكام؟ السنتي على الخريطه ديت اللي بالسكيل ده بنص ايه كيلو. يبقى دايما عشان ما حدش يتلخبط يا جماعه، دايما هو 1 الى كذا، فالواحد ده هو الواحد سنتي على الخريطه. طب الى كذا دوت ده الكذا سنتي اللي في الحقيقه، طب اللي في الحقيقه ده انا اعمل فيه ايه؟ اروح قلبه من السنتي للكيلو، اقسم على 10 اس 5 احول من سنتي لكيلو، هعرف ساعتها ان الواحد سنتي اللي هو شمال النقطتين دول بيساوي قد ايه بما يناظروا ايه بالكيلوهات في الحقيقه. تمام كده، ده هنستغلها لان احنا هنحتاج ان احنا نقيس حاجات على الخريطه واحنا بنخطط، فلازم تبقوا فاهمين الكونسبت بتاع السكيل اوف مابس. طيب نقطه ثانيه عايزين نعرف برضو واحنا بنخطط الترع والمصارف، نبقى عارفين رموزها بالنسبة لنا علميا شكلها ايه المتعارف عليها. يعني لما انا ارسم لك خط في الخريطة ديت تبقى عارف ان ده كانل ولا درين. انا اقصد ان انا حطيت هنا او في الخريطة دي مثلا هعمل لك خط هنا، تبقى انت عارف ان الخط ده معناه ترعة ولا مصرف. فبالتالي الاشكال المتعارف عليها للكانل والدرين هو اللي قدامنا دوت. لو انت عايز كانل، فالكانل بالنسبة لك هو عبارة عن شايفين اللي هو نص حرف اليو ده وطالع منه خط ثم في الاخر دايره، ده كده رمز مين الترعه.
ده كده اللي هو الحته دي اللي هو نص اليو ده انت بتحطه عند المكان اللي هتشفط منه الميه. خد بالك انت دايما لو هتلاحظ الارض الطبيعيه بتاعتك ديت لازم اكيد يا جماعه انا مش هقعد ادخل لها ترعه ومصارف واخطط فيها وانا اصلا الترعه دي مفيش ترعه اكبر مني هتغذيلي الدنيا دي كلها، فلازم ابقى ضامن ان هنا في ترعه رئيسيه، الترعه الام زي ما بيقولوا، اللي هي بيطلع منها الترعه الصغيره الكتير اللي هقسمها على الارض الزراعيه بتاعتي اللي انا عايز استصلحها. فبالتالي لازم تبقى فاهم ان الخط ده شايفين ده كده لما بيبقى فيه، انا طبعا الدكتور بتبقى رسمالي الترعه الام الترعه الرئيسيه وهقول لكم الدرجات بتاعتهم يعني. فالترعه الكبيره اللي بتلف حوالين الارض اللي هي الزراعيه بالكامل ديت او الارض اللي عايز استصلحها، الخط شايفين اليو ده اللي انا بطلعه او برسمه بيبقى حاضن مين؟ الترعه الرئيسيه. وطالع منها كده انا بفهمك ان انا مطلع ترعه فرعيه من الترعه الكبيره الرئيسيه مثلا اللي هي ايه اللي ماشيه داير حوالين الايه الارض بتاعتي. طيب مين اللي هو الرمز دوت؟ ده اسمه هيدريجوليتور، تمام كده، وهوريكم هو عباره عن ايه، اللي هو بوابه على مدخل الترعه، وده استخدامها علشان نقدر نتحكم في ان المزارع دوت امتى يفتح علشان يدخل ميه، ولا انت عندك نهر النيل ميته موجوده، طب انت بقى اتحكم في الراجل ده ان الميه لما تيجي بتاعت نهر، ما هو انا ما فيش هنا بوابه عند المدخل بتاع الترعه دي، بالتالي هتفضل الميه تخش له، هل ده ينفع؟ لا، لازم نعمل كنترول طبعا، نعمل حاجه اسمها اللي هو المناوبات، هو يشغل شويه يوقف شويه يشغل شويه، والكلام ده تقريبا اخدتوه السنه اللي فاتت في ري وصرف، اللي هو كنا بنشغل نص من الارض ونوقف ونشغل الارض نص من الارض تاني في يومين تانيين علشان نعمل توفير في الايه في الاستهلاك الميه. فده الكلام اللي ايه ده بنستخدم الهيدريجوليتور في الايه في الحاله ديت، او مش في الحاله ديت، في السيستم ده. فحضرتك بكل بساطه ده اللي هو المنشا اسمه هيدريجوليتور، بوابه دي اللي بتكنترول ان اقفلها امتى على المزارع لما اكون انا مش دي مناوبته، ويبقى مثلا حد من اصحابه تاني هو اللي عليه الدور النهارده، او اني اسيبه افتح له وادخل له الميه. طيب التليسكيب دوت اكيد طبعا لو انا بدخل ميه فاكيد انا بدخلها، يعني مثلا لو الترعه دي بتغطي ارض حواليها مثلا اكس من الفدانات، والاكس من الفدانات ده هيزرعوا طماطم، والطماطم دي مثلا محتاجه استهلاك مش عارف قد ايه في اليوم، فبحسبتنا كده اللي هنتعرف عليها ان شاء الله كمان اسبوعين ثلاثه هنبتدي عن طريقه طب نعرف نتوقع الكيو اللي داخله هنا، هل لما انا هروي الارض بتاعتي ديت هدخل الكيو الاكزاكت اللي انا محتاجها؟ لا. ليه؟ لان اكيد في سيبج لوسز هتحصل، اكيد الميه دي ماشيه جوه ترعه طينيه او ترعه رمليه ايا كان حسب طبيعه الارض، فاكيد في شويه ميه بيتهربوا منين؟ من الجناب بتاعت الترعه ومن القاع بتاعها، وفي شويه ميه كمان بيتبخروا باي ايفابوريشن من على سطح الترعه. فبالتالي هيبقى مثلا لو انت الارض دي محتاجه 10 متر مكعب ثانيه، فانت ما ينفعش تضخ لها 10 متر مكعب، هتضخ لها 11 12، بنعمل احنا فاكتور اوف سيفتي برضه هنتكلم عنه في الديزاين قدام. فانت حضرتك بتضخ لها شويه ميه بزياده علشان تضمن ان الميه اللي تخش هنا في الاول للناس اللي هتروي في الاول في اول الاراضي تساوي نفس او تساوي او تعادل اللي الناس اللي هتروي في الاخر، تمام كده. طيب فبالتالي عشان اضمن ان كل الناس يوصل لها ميه لازم ايه بضخ ميه بزياده. طب افرض مثلا في حد على الترعه من الناس دول من المزارعين دول ما رواش المناوبه دي او ما احتاجش ميه الفتره دي، فهيبقى في ميه متخزنه في الترعه، هضطر ان انا ما ينفعش اسيبها، هتعطل لي الدنيا في الترعه وهتعمل لي حشائش والدنيا هتبوظ، يبقى هتحتاج صيانه وتنظيف والكلام ده كله. طب امال اعمل ايه؟ لازم اتخلص من الميه دي عن طريق حاجه اسمها التيلسكيب، المهرب. التيلسكيب ده اللي هو ايه يا شباب؟ المهرب. طيب درجات الترعه، درجات الترعه، الدرجات الترعه ديت بتعتمد على ان قدر الاريا اللي بتقدر تخدمها. يعني مثلا النهر النيل ده مثلا بيبقى رياح، ده الدايفرجن كانال، ده بيخدم مثلا كم كيلومتر مربع حواليه؟ كتير جدا. طيب لما انا اطلع منه ترعه اسماعيليه اللي هي المين كانال، سحبت انا فتحت فتحه كده في جنب النهر النيل ورحت عامل وصله توصل لي عند مثلا منطقه اسماعيليه ومنطقه اللي هو ايه شرق القناه يعني. فحضرتك بكل بساطه الترعه اللي انا مشيتها دي ما انا اقتصتها من مين؟ من نهر النيل.
طب الترعه دي هتخدم لي مصر كلها؟ لا، ده انا عارف ان هي هتخدم لي مساحه بس، اكيد جزء من المساحه اللي كان هتخدمها نهر النيل كله، هي حته من كل، فبالتالي المين كانال هتخدم مساحه اقل. طيب لما انا اوصل بقى ترعه اسماعيليه، هل الناس بتروي من ترعه اسماعيليه على طول دايركت؟ لا، تلاقي مثلا ايه، ناس بقى بتطلع ايه ترع فرعيه بتوزع مثلا عند عم محمد اطلع له، او عم محمد وعم اسماعيل وعم محمود دول كده كومباوند على بعضه او جروب من الاراضي الزراعيه، هطلع لهم ترعه اللي هي اسمها ايه البرانش كانل، تمام كده، اللي هو الترعه الايه الفرعيه. طيب دي طبعا اكيد بتخدم على عم اسماعيل، عم شايفين كل ما بفرع كل ما الاريا اللي بتخدم اقل، فبالتالي متوقع الكيو اللي فيها هتبقى اقل، فبالتالي الدرجات بتقل. طيب تيجي بعد كده بقى اخر حاجه، عم محمد ده عايز اطلعه لوحده، وعم اسماعيل لوحده، وعم محمود لوحده، دي اللي هي بقى الديستريبيوتوري كانل، ودي كده اخر درجه احنا بنتعرف عليها في الترم. البرايفت كانل دي بتساب، او الفيلد كانل دي احنا بنسيبها، عم اسماعيل ده بقى عايز يقسم الارض بتاعته، الترعه اللي انا مدخلها له الديستريبيوتوري دي عايز يطلع منها بقى عند اول الارض وفي نص الارض ازاي بشكل ايه، دي احنا بنسيبها حتى اسمها برايفت، دي حاجه خاصه بايه بالمزارع نفسه وهو حر يعملها في الارض بتاعته، تمام كده. يبقى انا اخر حاجه بطلعها للمزارع واللي تبقى تحت مسؤوليتك او وزاره ري يعني، هي الديستريبيوتوري ايه كده، تمام كده. يبقى الترع الكبير ثم بتصب في الايه، او جزء منها بنقتص جزء منها في الترع الاصغر منها، دي البرانش دي هي بتطلع حته من المين كانال، الديستريبيوتور هي حته من البرانش، والبرايفت دي خلاص ما لناش دعوه. طبعا لازم ولابد ويجب ان احنا نلتزم بدرجات الترع، يعني ما ينفعش مثلا ابقى راسم لك ترعه مين كانال تمام كده والاقيك تروح مطلع لي منها ديستريبيوتور، لا 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 ما ينفعش، لازم المين كانال حضرتك تطلع منها برانش، ومن البرانش تطلع ديستريبيوتور، ما ينفعش نسكيب درجه في ايه في الترع. طيب تعالوا بقى الناحيه الثانيه في المصارف. المصارف اول حاجه الرمز بتاعها بيبقى بالشكل دوت، ده النقط دي. طبعا المصرف ملوش بدايه، انت وقت ما مكان ما هتقترح انت عايز تلم الميه منين بتروح بادئ الايه تخطيط المصرف، تروح بادئ ايه اللي هو الديل بتاع السهم ده، تمام كده. طب والنهايه؟ لا اكيد الاوت فول اللي هو الاو اف ده اللي هو السهم ده، الاوت فول ده اللي هو المصب، حضرتك بعد ما قعدت تلملم الميه اللي هتصرف لك الارض دي كلها في الاخر انت عايز طبعا ايه ترمي الميه دي في حاجه، فاكيد هترميها في مصب اقل منك ولا اعلى منك، منطقي انا بجمع وارمي في الاعلى، والكبير دوت يروح مجمع ويرمي في الاعلى منه لحد ما اوصل لايه محطه رفع بقى، محطه معالجه على حسب ايه، او طبعا هوصل لمحطه معالجه كان بقى في محطه رفع قبلها او لا، فالمهم ان انا هوصل في الاخر لايه لمحطه معالجه، اخد الميه دي واعالجها وممكن استخدمها في الزراعه مره ثانيه، تمام كده. طيب طبعا هنا التدرج بيمشي ازاي بقى من الصغير للكبير، الصغير بيرمي في الكبير، الماينور برانش ده دي اقل درجه اللي هي بتقابل الديستريبيوتور الناحيه الثانيه، فالماينور برانش درين بعد كده بالماينورز ديت مجموعه بقى ماينور وماينور ماينور كل واحده جايه من حته وفي الاخر يروحوا ايه مصبوبين على الميجور برانش درين، في كذا ميجور برانش درين معدين في الارض كانوا بيجمعوا شويه الماينورز دول، راحوا الاثنين ميجور برانش درين مثلا دول راحوا رموا في المين درين الكبيره المصرف الكبير، والمصرف الكبير على مصرف كبير ثاني بعديه مثلا ب 100 كيلو ولا 200 كيلو تلاقي راح رمى في ايه الاثنين دول المين درينز دول راحوا رموا في الايه في الديستريكت، تمام كده. ده اللي هو ايه النهايه بتاعه المصرف. طب انت برضو اخرك ايه بتتكلم الماينور ده اخر حاجه، احنا ما نتعاملش مع البرايفت برضو، احنا لينا نتعامل مع الايه الماينور برانش درين والميجور والمين، وقد ساعات نتكلم في الديستريكت دايفرجن، ولو ان يعني ايه من خبرتي دايما ما بنتكلمش في الاثنين دول خالص، ان كان دايفرجن في حاله الكانلز او الديستريكت ما بنجيبش سيرتهم، احنا عندنا دايما من الديستريبيوتري للمين كانل ومن ماينور للمين درين، هم الثلاثه دول ده الرينج اللي احنا بنلعب فيه ان بنعرف ازاي نصممه، او ده اللي بيبقى متاح لينا في الارض ايه في الارض الزراعيه او في الخريطه المساحيه اللي الدكتور مديها لنا، ان احنا شايفين مثلا ان في مصرف كبير معدي في الارض كلها، وشايفين ان في اتنين ميجور داخلين عليها، واحنا نبتدي بقى نحط الماينورز اللي بيرموا على الميجورز دي، وعارفين ان الماينورز دول لما يرموا على الميجور هيروحوا في الاخر هما الاثنين يروحوا رامين على المين الكبيره اللي معديه مثلا بعرض الايه العرض الارض الزراعيه بتاعت ديت، تمام كده. فده كده بالنسبه لايه الدرينز. اخر حاجه ملحوظه عن الدرينز ان ده ممكن تبقى فيه
في ماينور لو لقيت مين درين في وشك ارمي عليه عادي جدا، ما عنديش هنا التزامات تماما في المصرف، لان انا عندي مش مشكله، انا عارف اصلا ان الميه متوتره في توتر او في اختلاف يعني انستيدي فلو، بيبقى الميه عماله ايه في وتيره كده، ان الميه تعلى في اوقات وتقل في اوقات، فانا ما عنديش اي التزامات في ايه في المصرف ان انا لازم احافظ على منسوب الميه دايما اللي فيها يعني، تمام كده. فممكن لو انت ماشي بماينور مثلا درين في الارض وما لقيتش ميجور، مش لازم تفضل تمشي لحد ما توصل للميجور، لو لقيت مين درين هي اللي سكتها اسلك بالنسبه لك ارمي على المين درين على طول، ما عنديش اي مشاكل. اما الكنلز لا ما اقدرش، لان الكنل بيبقى الموضوع ماشي بالمناسيب، انا عارف منسوب الميه النهارده كام، ومنسوب الراجل اللي انا بضخ له ده لازم يوصل لكام، واللي بعده ده يوصل لكام، ما ينفعش ان يبقى فيه ايه لعب في المناسيب بتاعه الميه. الموضوع مش زي المصارف، المصارف دي ده في الاول وفي الاخر عايز تخلص من شويه ميه وخلاص، اما المين او اما الكنلز لا، الموضوع بيمشي بقى بشيء رسمي بشكل رسمي، ان انا محتاج ده محتاج ميه قد ايه، منسوب الميه عنده لازم يبقى ما يقلش عن كام، عشان بيبقى معتمد على اساسها منشات البوابات، ما ينفعش ان انا اهزر فيها، ممكن يبقى في غرف طرمبات البامبس ممكن ابقى حاططها اللي بيلعب في البتاع دوت، ما تلعبش في اي حاجه، استاذنك تلعبش في اي حاجه، تمام. طيب فانت تقدر يبقى عندك غرف طرمبات انت ملتزم بيها ان بترفع لك الميه من منسوب لمنسوب، فما ينفعش مثلا في مره نتيجه ان في سحب جائر الناس مثلا بتسحب ميه من المين كانال، فتيجي الميه تبقى ماشيه في قطاع من القطاعات اللي محطوطه عندها مثلا الطرمبات دي او غرف الطرمبات، الميه منسوب هيقل عن حد معين، غرفه الطرمبات دي تتحرق، تمام كده، تشفط هواء بقى بعد كده. فلا الموضوع ايه كنترول جدا جدا في موضوع ايه التهاب. طيب ده شكل للهيد ريجوليتور، ادي ده كده مدخل بتاع مين ديستريبيوتوري كانال، تمام كده، او مين كانال او ايا كان يعني، ودي البوابه اللي بتحكم ان انا انزلها اقفل على المزارع دوت وما ادخلوش ميه، وفي اوقات في منوبات ثانيه ارفعها عشان اقدر ادخل له ميه. وكمان عايز اقول لك كمان حاجه، مش برفعها كده بغباوه خلاص، ده كمان في انتظام، يعني ممكن ارفع نسبه معينه عشان اخلي الفتحه دي بشكل او بابعاد معينه تدخل لي الكيو المعينه اللي انا عايز ادخلها له، فكمان بنتحكم كمان في ايه في الفتحه تبقى ابعادها ومقاسها قد ايه. الكلام ده انت مالكش دعوه بيه، انا بس بفهمك ايه شكل الهيدروجليوتور تبقى عارف ايه مميزاته يعني، اما انت مالكش دعوه بقى بالفتحات ومش الفتحات، الكلام ده تبقى تدرسه ان شاء الله لو دخلت عندنا قسم ري في سنه رابعه، بتدرس بقى اللي هو ايه الجيت اوبننج، اللي هو الفتحه دي وازاي هيدروليكيا نقدر احسب عن طريق الفتحه دي الميه اللي هتعدي. طيب طبعا برضو ده ايه شكل للتلسكيب اللي هو المهرب، ادي ده كده القاع بتاع الترعه، تمام كده، وده منسوب الميه، لو الميه زادت منسوبها عن الحد اللي انا طبعا باني قدامها ايه هنا وير، فاكرين الوير اللي هو كانه سد صغنون كده بيبقى محطوط ايه في بيبقى بيعارض او بعرض المجرى الترعه بتاعي، تمام كده، بحيث ان هو ايه لو الميه زادت عن المنسوب اللي انا مؤسس عليه الوير، واللي عارف المفروض منسوب الترعه ما يقلش عنه، لو زاد عنه بقى لو في ميه فايضه تبتدي تطلع تعلى فوق الوير وتنزل وتروح فين على اي مصرف طبيعي، تمام كده. طبعا انا برضو خد بالك ان هنا التلسكيب ده يعني شايفين دي لازم البدايه احنا لازم نبقى مطلعين الترعه من ترعه تانية. طب امال التلسكيب ده بيبقى رايح يرمي فين؟ رايح مش يرمي في ترعه، رايح يرمي في مصرف اقرب مصرف ليه، عشان كده دايما تلاقي هنا التلسكيب اهو، وادي الميه لو زادت عن منسوب الوير اللي انا مصممه، لو انا عارف ان الميه تبقى لو اقل منه تماما ما فيش مشكله، لو اعلى منه يبقى دي ميه فائضه جوه الترعه عايزه تخلص منها، وتنزل تتضم على مين؟ ناتشورال درين اللي هو ايه المصارف اللي انا بقول لكم عليها من شويه، ان كان بقى ماينور او ايه ميجور او اي كان. طيب طبعا عندنا ازاي اصلا نبقى بنقدر نحدد الفيلوسيتي والسلوب، ازاي تقدر تحدد الميل بتاع الارض الطبيعيه، لو انت عندك ارض طبيعيه ازاي تقدر تحدد الميل بتاعها، عن طريق طبعا ايه ده حاجه بقى طبعا بسيطه قوي اللي هو ايه دلتا الواي، الاختلاف في الارتفاع الواي على اختلاف المسافه الاكس، يعني مثلا عندك قطعه ارض بالطول ده عايز تعرف ميلها الميل الطولي بتاعها، فتشوف المنسوب ده الكونتور لاين اللي عند ايد الراجل ده بكام،
من خلال الخريطه المساحيه وتشوف نهايه الارض ديت عند منسوب كام اللي هو ايا كان المكانين اللي انت عايز تحدد نقطتين عايز تحدد ما بينهم الميل يعني وتروح حاسب المسافه طبعا انت في الخريطه الكونتوريه انت باصص اوريدي ان بلان فانت اوريدي وانت بتقيس اي مسافه على الخريطه انت بتقيس المسافه الافقيه الاكس طيب والفرق الواي ده بنجيبه منين اللي هو فرق خطين الكونتور قيمتين الكونتور فعن طريق دلتا الواي اللي هو فرق قيمتين الكونتور على الدلتا اكس اللي هو المسافه اللي انا بقيسها اوريدي من على الخريطه بالمسطره واحولها تو سكيل واحولها تو سكيلها اقدر اعرف مين السلوب بتاعي دي طبعا الجدول ده انا عارف ان انتوا اخدتوه في المحاضره وبتك عليه مره ثانيه وبفكركم بيه يعني اللي هو ازاي بحدد الترع والمصارف بتاعتي اللي هو درجاتها ان مثلا شفنا لسه قايلين الدايفيرجن كانال بيبقى مثلا خط الميه ميل خط الميه اللي فيها اللي هو السلوب احنا كنا بنتكلم عنها من شويه هي مثلا من 3 ل 5 سنتيمتر بالكيلو المين كانال وخد بالك برضو كل ده بيبقى متحدد بناء على ايه يعني متحدد بناء على المساحه اللي بيخدمها يعني بص الدايفيرجن بيخدم على اكتر من 200 الف فدان تلاقي نفسك بقى بتنزل ايه ده المين كانال من 30 الف من 200 الف ل 30 الف او من 30 الف ل 200 الف البرانش اقل شويه الديستريبيوتوري من 1000 ل 5000 تمام كده طيب ايه اللي يهمني في الجدول ده كله حاجتين دول عشان هيسمعوا معايا قدام وهيسمعوا معايا في الالاينمنت اللي انا هعمله النهارده ايه هما اللي هو الدرجه بتاعه الترعه او المصرف وخط ميل خط الميه المسموح جواها يعني مثلا ما ينفعش مثلا دايفيرجن كانال و اخلي ملها الطولي ملها الطولي ها لو انا مثلا حفرت ترعه في الارض دي ما ينفعش الترعه اللي انا حفرتها في الارض ديت لو هي مثلا دايفيرجن دايفيرجن دي يعني فيها كميه ايه بتخدم على الارض اراضي زراعيه كتير جدا يعني معناها ان انا ضخخ فيها كيو كبيره قوي فما ينفعش اروح عامل الميل بتاعها من 10 ل 20 سم في الكيلو انت متخيل يعني كل كيلو بتنزل من 10 ل 20 سم ولا المفروض تمشيها من 3 ل 5 سم طبعا كل ما الترعه درجتها تكبر او المصرف درجته تكبر لازم اروح مخفف الايه السلوب بتاع القاع بتاعه اللي هو هو لو انت عارف من السنه اللي فاتت الاوبن تشانل ان المفروض ميل القاع هو هو ميل سطح الميه فاكرين اللي هو الاس نود والاس اف لما كنا بناخدها السنه اللي فاتت في الهيدروليكس لما كنا في الاوبن تشانل لما كنا نقول لك ان المفروض احنا حافظين في الاوبن تشانل دايما ميل الطولي الميل الطولي للترعه بتاع البيد هو هو ايكوال الميل سطح الميه تمام كده اللي هي ماشيه فوقيه فطبعا لما انا اخفف الميل بتاع القاع طب لما اخفف الميل بتاع القاع ايه اللي هيحصل لما يكون الكيو كتيره الفيلوستي تقل او تهدى شويه طبعا منطقي علشان لو انت كنت عليت الاسلوب قوي واستخدمت الاسلوبز الكبيره اللي تحت ديت هتلاقي هيحصل نحر كتير قوي في قاع الترعه السرعات هتزيد فبالتالي ايه اللي هيحصل قاعة الترعه هيحصل له سكاور او تاكل فطبعا ايه بنبتدي ندرج الحاجات دي حفظ 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 وتبروزها كده تحطها عندك في البيت لان هنستخدمها كتير جدا الفتره الجايه اللي هو من اول اقول يا سيدي من مين كانال من عند المين كانال كده لحد الديستريبيوتوري وهنا من عند المين درين لحد الماينور لازم تبقى حافظ المين كانال كل درجه اسف يعني بالميل بتاع خط الميه المتاح ليها تمام كده يا شباب طيب ده كده بالنسبه لايه اول بارامتر ان احنا بنحدد ايه باشمهندس طيب انا هوقف هنا واشوف الناس لو عايزه تسال حد هو لا هو في بس ناس عامله ان هي تدخل الميتنج بس مستنيين الابروف بتاع حضرتك انا اسف انا ما اعرفش ليه هنا في ويتنج ليست يعني انا كنت بدي بتوع فلويد قبليكم من شويه وما كانش في ويتنج كان بيخش على طول اوتوماتيك اعتقد اللي بيخش كجيست هو اللي بيحتاج الابروف فهمت كده تمام اعتقد تمام في حد طب لحد دلوقتي كده في حاجه مسقطها او مش واخد باله منها او عايز اتساءل عنها تمام يعني الناس لحد دلوقتي تمام الدنيا ماشيه معاها ايه كويس طيب يبقى ده كده بالنسبه لنا اول ايه يا شباب اول بارامتر ان انا بختار على اساسه ان انا احط الترع والمصارف فين بناء على الميل الطبيعي بتاع الارض فبناء على الميل الطبيعي
هقول مثلا هنا الميل هنا عالي جدا وانا عايز مثلا امشي في ديستريبيوتوري او برانش او ايا كان، فبناء على الميل بختار درجه الترعه اللي همشيها في الارض دي، او بحاول اخليها مناسبه مع الميل دوت، تمام كده مع الميل الارض. يبقى خلينا رقم واحد اللي بيتحكم او البارامترز اللي بتتحكم في التخطيط بتاعي، اول حاجه طبعا درجات الترعه والمصارف، وبشوف اكبر درجه ترعه واكبر درجه مصرف بيمروا بالايه، او بيمروا بالقرب من من الخريطه الكونتوريه، او بالقرب من الارض الايه الزراعيه اللي انا عايز استصلحها. دي اول حاجه لازم تبص عليها في الخريطه الكونتوريه. يبقى انت الخريطه الكونتوريه عندك خطوط الكونتور، وتبتدي عينك كده تلمح، ده الدكتور هنا ممشيالي من كانال او من درين او برانش كانال وبرانش درين، بتعرف اكبر درجه من الترع والمصارف اللي بتمر في الارض الايه الطبيعيه بتاعتك، تمام كده. تاني حاجه بتبتدي تحكم بقى طبعا بدرجات الترع والمصارف. تاني حاجه بنبتدي نحكم بقى التخطيط بتاعنا بناء على السلوبس، او بناء بلاش نقول السلوبس، بناء على طبيعه الارض التوبوغرافيه، توبوغرافيه الارض، تمام كده. طيب تاني اخر حاجه بنعتمد عليها اللي هي مين، اللي هي طبيعة الأرض أو نوع التربة. لو نوع التربة كلي أو سلت أو ساند، ده بيختلف معايا في إزاي أرص الترعة والمصارف في الأرض الزراعية بتاعتي. لأن لو أنت عندك مثلا ترعة، قصدي أرض زراعية مثلا طينية، أرض طينية، فبالتالي أنت بتحتاج أنك أنت تشوف المية لما هتبقى عايز تصرفها من الترعة للمصرف اللي جنبها. تاني عندك الترعة بتروي لك مساحة من الأرض، والمساحة دي هتبتدي المية تخش، جزء منها من المية دي هيرتوي بيها النبات، وجزء منه هيحصل له انفلتريشن تحت الأرض ويبتدي يمشي مع طبيعة الأرض. لو كانت مايلة في أي اتجاه فهتروح في الاتجاه اللي هو إيه المنخفض، لحد ما تتجمع عند النقطة المنخفضة اللي هو أريد أنا أبقى مخطط عندها إيه، مع عن طريق طبوغرافية الأرض أبقى مخطط إن عندها مصرف، أبقى عارف أنا مسبقاً بالخريطة الكونتورية إن عارف إن الحتة دي هتبقى واطية، فعارف إن الحتة دي لازم أحط عندها مصرف عشان تجمع لي المية اللي هتتسرب من الأرض الزراعية بتاعتي، المية الفائضة يعني. طيب لو أنت بقى الأرض دي طينية، هل أنت محتاج المسافة ما بين الترعة والمصرف اللي بيخدم عليها دوت اللي جنبها، هل تبقى محتاج السبيسنج بتاعها المسافه صغيره ولا كبيره ولا ايه وضعك؟ هتقول لي لا، لو ارض طينيه انا هحاول ان انا اخلي ايه الارض المصرف قريب قدر الامكان من الترعه. ده طب ليه يعني يا باشمهندس؟ ليه وانت بترص الترعه مثلا الديستريبيوتورز، يعني هتحط واحده ديستريبيوتوري تقيس 1 كيلو موازي ليها من يمينها مثلا وشمالها، ان كانت يعني لان ممكن تكون الترعه ديت ماشيه الديستريبيوتوري ماشية في أرض عالية وبندلدق منها أو بنروي منها الأراضي اللي على يمينها وعلى شمالها، فبالتالي هنحط مصرف على يمينها ومصرف على شمالها عشان ده يجمع الجزء ده من الأرض، المية الزيادة اللي في الأرض من الناحية دي، والتانية برضو الإيه تجمع المية الزيادة من الناحية دي، فيبقى عندك مصرفين موازيين لمين؟ للترعة دي. طب حضرتك الديستريبيوتور دي بقى المفروض مسافة بينها وبين المصرف الموازي ليها اللي بيخدم عليها أو بيلملم المية الزيادة بتاعتها، ده المفروض يبقى المسافة قد ايه؟ لو في ارض طينية متوقع ان اقرب المسافة ولا ابعدها؟ طبعا هي قدامك اصلا الحل يعني. اكيد هقربها، ليه طب اقربها؟ هتقول لي يا باشمهندس مع ان الطين بيحوش مية، ما صح، ما دي المشكلة على فكرة، ان الطين المسام بتاعته ضيقة جدا فبيحوش مية، فانا لو بعدت المصرف قبل ما البرميابيليتي، فاكرين حاجه اسمها البرميابيليتي في الاتجاه الهوريزونتال والبرميابيليتي في الاتجاه الفيرتيكال، فحضرتك لو انت بعدت المصرف قوي عقبال ما الميه تمشي وتوصل لك عن طريق الارض الطينيه وتروح تصرف، هتكون الايه الميه اللي بعدها جت عليها، والميه اللي بعدها جت عليها فهتلاقي الارض انت مش عارف تنفس الميه فيها اول باول، فبالتالي بحاول قدر الامكان اقرب الترعه من المصرف لو في حاله الطين، لو الارض طينيه، عشان اعمل ايه، اعمل بذل للميه اول باول منها بدون ما يحصل تراكم للايه للميه. طبعا الدكتور كلمتكم شايفين الرسمه اللي انا حاططها قدامكم دي، علمتكم ازاي اصلا تحسبوا السبيسنج عن طريق الفرق المنسوب ما بين الكنل
والدرين بيبقى هنا مثلا الكنال على عمق 1 متر من وش الارض والمصرف على عمق متر ونص من وش الارض، يبقى الفرق ما بينهم 50 سنتي، وهنا هنا المفروض ميل الارض ما بينهم مش عارف من 25 ل 50 سنتي في الكيلو، ده اللي هو الميل اللي انا ببقى ضمنه ما بين الارض الزراعيه والارض الزراعيه اللي بعدها، تمام كده، اللي هو المفروض بيمشي من خلالها او بيمشي فيها البرايفت كانال او درينز، تمام كده، اللي احنا ملناش دعوه بيها، ولكن بنبقى عارفين المفروض السلوبس بتاعتها في الحدود دي. فاحنا بنشوف تمام الارض الزراعيه تبقى تقريبا في الرينج الايه من 25 ل 50 سنتي في الكيلو، ده اللي هو الايه السلوب العرضي ده. انا دلوقتي بطلع ميه من هنا وارويها هنا، هنا بقى النباتات تطلع وشويه ميه يحصل لهم ايه انفلتريشن تحت، فيبتدي طب الانفلتريشن اللي حصل تحت ده تبتدي الميه تسرح ازاي في السكه دي تحت الارض، لان هنا العالي وهنا الواطي، فيبتدي الميه تمشي بالسكه دي لحد ما تطلع تنفس من هنا من جلاب المصرف وتنزل ايه يحصل لها زي بيسموها سيبج او ترشيح، تمام كده، ترشح جوه مين المصرف اللي هو بيسموه ساعات الرشاح، اللي هو الرشاحات لما يقول لك انا هنا معدي جنب رشاح، او الرشاح ده اللي هو مصرف اصلا بيسموه كده عشان بترشح فيه الميه، تمام كده. طيب فهنا حضرتك بكل بساطه بنعرف نحسب السبيسنج ما بين السنتر لاين الكنال والترعه اللي بتصرف عليها، بص بقول لك ايه، والمصرف اللي يعني الترعه والمصرف اللي بيخدم عليها، مش اي ترعه ومصرف، لا انا بقارن السبيسنج دي وبقيسها على الخريطه وبحطها وبلتزم بيها ما بين الترعه والمصرف اللي جنبها اللي بيخدم عليها، تمام كده. طيب طبعا في حاله السلت بيبقى المسافه حسبناها مثلا في حدود ال 1.6 كيلو، اخر حاجه في حاله الساند لا ابعد قدر الامكان، لان اصلا الرمل بيبحبح ايده قوي في الاتجاه الفيرتيكال، فتلاقي اصلا انت مش محتاج انك تقرب المصرف عشان تلحق تجمع ميه، لا لا لا، الميه اوريدي هتهرب في الاتجاه الراسي بنسبه كبيره اكتر من الاتجاه الايه الافقي، فانت بحبح ايدك لا عشان عقبال ما الميه تبقى تجي لك، اصلا ده ان جات لك ايه تبقى عرفت تجمع لك ميه كويسه يعني، تمام. فطبعا ده نتيجه برضو البرميابيليتي اللي في الاتجاه الايه الافقي اقل بكتير من الراسي، فالميه اصلا اغلبها بتهرب في الاتجاه الراسي، فما بحتاجش مسافه قليله، لا انا محتاج ايه بحبح ايدك خليها ايه 2 كيلو بس، ده برضو ايه الماكسيمم بتاعك. طيب تعال بقى نتكلم عن طبيعه الارض شويه، نبتدي نتعمق فيها شويه، اللي هي لو انت عندك الارض كورجيتد، كورجيتد دي اللي هو الشكل اللي انت شايفه ده متعرجه، اللي هو بيبقى واضح فيها قوي بقى العالي عالي فين شارب بشكل شارب قوي والمنخفض منخفض فين، تمام كده، وده طبعا بيبان عندنا في الخطوط الكونتور اللي هو بالمنظر ده بيبقى فيه شكل ايه كوريجيت الدوائر دوائر او انصاف دوائر زي ما بيقولوا، تمام كده. طيب ازاي اصلا على الخريطه الكونتوريه بنحدد فين العالي وفين الواطي والكلام ده كله؟ عن طريق ان حضرتك ممكن تقطع كروس سيكشن في الايه في الخطوط الكونتور، اقطع كروس سيكشن عمودي على الايه خطوط الكونتور وابتدي شوف بقى هو الخطوط الكونتور المنسوب ده كام، طب اللي بعدها ده كام، طب اللي بعدها ده كام، طب اللي بعدها النقطه دي هي ما بين الكونتور كام وكام، هتلاقي معاك كده كانك بترسم كروس سيكشن ايه في الخطوط الكونتور، فكانك بترسم اليفيشن، فهتلاقي المنظر الاليفيشن بتاعك مثلا طلع بالمنظر ده، ده معناه ان الثمانيات او السبعات دي بتعبر عن ايه ارتفاع، وهكذا نفس الكلام برضو في الايه في المنخفض. في طريقه تانية بس انا مش عارف اوضحها لكم هنا الصراحه، يعني كنت دايما لما بشرحها في السكاشن بعرف اوضحها بالقلم شويه، انك ازاي تفقس ان دوت مصرف او اسف منخفض ولا مرتفع. كنا بنيجي نعمل ايه يعني، خليني كده بصوا انتوا كده برضو شايفين الشكل صح، الدنيا تمام؟ تمام تمام. طيب بصوا يا شباب، لو انت في الخريطه الكونتوريه مش عارف تعرف تقعد بقى هتقطع كروس سيكشن يا باشمهندس في كل ترعه، اقعد اقطع واعرف الحته دي عاليه ولا واطيه، وبناء عليها العالي طبعا احنا عارفين ان بنحط عليه الترعه عشان يقدر ايه بكل سهوله يدلدق ميته يمينه وشماله بدون ما احتاج ان انا ايه ابذل بقى، لو انا حاطط الميه في المنخفض هتلاقي نفسك انك بتحتاج ايه مواتير عشان ترفع في العالي عشان تزرع، طب لا انا اروي ليه كده لما انا بالنسبه لي احط الترعه في العالي والمصرف بالنسبه لي احطه في الايه في المنخفض اللي هو الايه اهو، يعني هنا مثلا لو هنا الترعه اهو لو الارض بتاعتي تبه احط الترعه في العالي بحيث ان هي تروي منها وشمالها. طيب لو هي بقى طبعا لما بصوا الارض لما بتنزل
هيبقى فيه هنا منخفض اللي هو ده او تكملته المنخفض، فابتدي احط فيه مين المصرف عشان يجمع الميه الزياده او الميه اللي يحصل لها انفلتريشن هنا تحت كده، وتبتدي تمشي برضو مع من تحت الارض بنفس طبيعه الارض ان ده العالي وده الواطي لحد ما تطلع هنا وترشح ايه في المصرف بتاعي. طيب اعرف منين بقى العالي والواطي في خطوط الكونتور المتعرجه؟ في طريقه كده هعلمها لكم، يعني لو عرفت ارسمها هنا يا رب ان شاء الله، يعني ان حضرتك بكل بساطه بتمسك القلم بتاعك، بتمسك القلم بتاعك وعندك بيبقى هنا الدوائر بتبقى بالمنظر ده، تبقى لسه ما كملتش، انت كملها. يعني اعمل كده، بص ادي الخط اهو، تروح جايب القلم بتاعك. انا مش عارف ممكن اعمل حاجه زي كده هنا ولا لا، مفيش طول ان انا ارسم بقلم صح، مفيش. طيب هتيجي بكل بساطه هتيجي تعمل ايه، تروح مكمل بالقلم بتاعك، كمل كده اقفل بقيه الدايره بتاعه المية، تمام كده. يبقى كده انت كانك كونت دايره بتاعه خط الكونتور المية. طب واحده واحده كده، تعالى بقى في اللي بعده، كمل كده خط الكونتور ال90 واقفله كانك عايز توصل النقطه دي على شكل دوائر وتوصله بالناحيه الثانيه بال90 بتاعته. طب اللي بعده اقفل الدايره اللي بعدها، حاوطها بالاثنين اللي فاتوا 80. هتلاحظ ايه بقى؟ ان الدايره هنا اللي في النص الصغيره دي هو اعلى كونتور، هتلاقي داي كانك رسمت تبه وانت مش واخد بالك. هتلاقي ايه؟ دايره ال100 بيحاوطها دايره ال90 اللي هي اقل منها، بيحوطها دايره ال80. فهتلاقي حتى انت بايدك وانت قاعد دلوقتي كده قدامي عمال بترسم ايه؟ جبل بايدك، اللي هو الدايره اللي فوق القمه اللي هو الدايره الصغيره ال100، ثم بعد كده 90 80 70 60. الدوائر اللي انت عمال تعملها، عمال تقفل الخطوط، بتدور خطوط الكونتور حوالين بعضها، فانت بتقفل دوائر دوائر دوائر، فهتلاقي نفسك ايه؟ قفلت دايره ال100، قفلت دايره ال90، قفلت دايره. انت مش محتاج بقى اكتر من كده، انت يا دوب اول دايرتين اصلا هيفقسوا لك الموضوع، دايره ال100 دايره ال90، ده عالي ثم عمال ينزل ايه لواطي، تمام كده. يبقى ده كده ايه؟ تبه. طب تعالوا نشوف كده في المصرف هنا، هتلاقي نفسك ايه؟ بص ادي ده كده خط الكونتور بتاع 50، اقفل بقيه الاليبس بتاعها 50، بعد كده بيلف حواليها مين؟ 60، بعد كده بيلف حواليها مين؟ 70. اعمل كده بالقلم الرصاص خفيف قوي كده، فانت هتلاقي هنا خطوط الكونتور ايه؟ اللي جوه هو خط الكونتور الصغير منسوبه قليل 50، بعد كده كل ما بتطلع بره الدوائر عماله تكبر منك، عمال 60 70 80. هتلاقي نفسك وانت بترسم كده بايدك، هتلاقي كانك بترسم ايه؟ حفره. فانت كده عرفت ان المنسوب ده مين؟ القليل. اتمنى ان الحته وصلت لكم، انا دايما كنت بوصفها كده قدام الناس يعني، بس اعتقد يعني ان شاء الله تكون وصلت يعني. فانت دايما ترسم تقفل بقيه الخطوط الكونتور حوالين بعضها، وعندك لو خطوط الكونتور الكبيره هي اللي بتلف حوالين الصغيره يبقى كده ايه؟ ديبريشن، يبقى كده هتحط مصرف، يبقى ده كده خط المصرف. طيب لو انت العكس، لو خطوط الكونتور الكبيره الصغيره هي اللي بتلف حوالين الكبيره يبقى ديت ايه؟ ترعه، ويبقى ده خط الايه؟ الترعه بتاعنا. طيب ده كده بالنسبه اللي هو الايه؟ التوبوجرافي اللي لو انت عندك كوريجيتد. الرخامه بقى طبعا ده بيبقى واضح وصريح قوي في خطوط الكونتور او في الالاينمنت بتاعنا. المشكله كلها بتيجي فين بقى؟ في الارض السلوبي اللي هو الارض المنحدره، بس انت عارف فين العالي وفين الواطي. اكيد انا عارف ان انا ايه؟ هبدا مثلا الترعه بتاعتي يبقى الهيد ريجوليتور بتاعي هنا اللي هو مدخل الترعه، وابتدي امشي بالترعه في السكه ديت علشان الميه تفضل ماشيه بانسيابيه في الاتجاه الطولي وتوصل من اول الارض لحد اخر الارض. بس مشكلتك بقى انت مش عارف فين المصرف، يعني طب ما هو الارض كلها شبه بعض يا باشمهندس، كلها فلات تمام كده، او منحدره يعني، بلاش نقول فلات، منحدره، ما ممكن تكون منحدره خفيف ومنحدره انحدار شديد يعني. بس ولكن هنا مش واضح بشكل واضح فين العالي وفين الواطي، فده بقى بيعتمد في الارض بقى المنحدره على ايه؟ فاكرين دي؟ مش فاكرين دي؟ اللي هو السبيسنج، ان انا اعمل ايه؟ اشوف اقرب ترعه عليا وابتدي اطلع منها، اشوف دلوقتي الارض الزراعيه مثلا بتاعتي دي، انا عايز دلوقتي ايه؟ اخدم على الارض دي، ابتدي اشوف الحته دي مساحتها كام في كام؟ لو مساحتها مثلا من 200 من 200 ل 500 مش فاكر كانت بالظبط كام يعني، اهو من 1000 ل 500 من 1000 ل 5000 فدان، تمام. يبقى هي محتاجه ديستريبيوتري واحده بس اللي تخدم عليها. فانا اروح اعمل ايه؟ عندي مثلا الترعه اهي فوق، اروح اخد ايه؟
من الترعه اخد مأخذ كده في من النص وامشي ترعه كده ديستريبيوتوري واخليها تخدمني يميني وشمالي، ومن الترعه دي اروح عامل شيفت كده اقيس سبيسنج واروح حاطط المصرف يميني واقيس السبيسنج شمالي واحط مصرف ثاني يسحب لي شويه الميه الزياده يمين وشمال الايه الترعه. يبقى بيعتمد على المساحه اللي انت عايز ايه ترويها. والله طب افرض المساحه دي كانت اكتر من 5000، دي لا مش محتاجه ديستريبيوتوري واحده، دي محتاجه احط واحده هنا وبعد كده احط مصرف بعدها عشان يلم الدنيا بتاعتها، بعد كده اقيس مسافه احط الترع اللي بعدها. لو مثلا مساحه كبيره يبقى اضطر مثلا المساحه دي تتقسم على ايه، على ترعتين، وبناء على الترعتين اللي هتحطهم يتحط جنبهم المصارف على مسافه السبيسنج. هتقول لي ايه ده يعني في الكوريجيتد ما بهتمش بالسبيسنج؟ لا بتهتم، ولكن في الغالب بتبقى ايه مسيفه، ان مثلا الشكل الكوريجيتد دوت ايه ده مثلا اهو ده العالي وبعد او ده الواطي قبليه مثلا الخطوط الكوندون بتقلب فبيبقى ده العالي فتبقى هنا العالي وهنا الواطي فبتحط ترعه ومصرف. طب افرض بقى ما بين العالي والواطي، يعني مثلا تعالوا نبص على المنظر ده كده شايفين ده كده، افرض ما بين العالي والواطي حطيت هنا المصرف وهنا الترعه، بس المسافه الافقيه اللي ما بينهم دي اكتر ودي ترعه طينيه، المسافه دي مثلا يا سيدي اكبر من كيلو مثلا 5 كيلو 3 كيلو، فهتضطر تعمل ايه؟ هتيجي هنا ادي الترعه اهي هتروي ارض تروح قايس الكيلو بتاعك وتروح حاطط مصرف على المنحدر ده نفسه. طبعا ايه انا بس الرسمه دي مبالغ فيها شويه يعني تمام، مفيش اللي هو انا بحط على الجبل من فوق وادحرج الميه بالمنظر ده، لا الكوريجيتد ده اللي هو ايه عالي تبه، يعني نتكلم في تبه ارض عاليه واضحه، ولكن الارض بقى اللي هو يمين وشمال دي مش بالمنظر الغبي ده، لا بتبقى الدنيا ايه يعني مريحه تمام كده، مريحه يمين وشمال، فمش مش بالشكل اللي انت متخيله ايه العنيف ده. فحضرتك بكل بساطه ادي الترعه على مسافه بقى الواحد كيلو تروح حاطط مين، تقطع السكه دي بدل ما كنت ترعه ومصرف بس، لا تحط مصرف هنا فين في النص عشان يبقى كده المسافه ما بين دي ودي كيلو، وبعد كده تروح حاطط ترعه جنب المصرف هنا. ما انت هتقول لي دلوقتي لو انا راويت بدي يا باشمهندس كده وحطيت المصرف هنا، طب والارض الباقيه دي هروح حاطط هنا، مش انت صممت مصرف هنا لزق فيها كده بنروح حاطين حاجه ايه محطين ترعه تانية عشان تبقى المسافه اللي جايه بعدها ايه من الترعه للمصرف اللي هو كنت حاطه تحت يبقى كيلو، يبقى بدل ما هم كانوا 2 كيلو لا قسمتها كيلو وكيلو تمام كده، بحيث ان انا ايه احافظ على السبيسنج. وده يعني وارد ان هي بتحصل بس بتبقى ايه بنسب قليله قوي في الكوريجيتد تمام كده، بس قلت لك برده حلها بنعمل ايه. طب الارض المنحدره دي بقى بتتقسم، والله ممكن يبقى شكل زي دوت مثلا يبقى ستيب، او مثلا شكل بيبقى فلات تبقى الارض المنسوب اللي هنا ده يبقى واطي تحت هنا شويه فتلاقي الارض هنا ايه خفيفه الانحدار، لا ممكن تكون شديد الانحدار كده، ممكن حاجه بقى في الوسط. طب حددناها بناء على ايه؟ حددناها بناء على الاسلوب، اتفقوا ان الاسلوب لو بتاع الارض لو انت جيت حسبت الاسلوب هنا، احنا بنحسب الاسلوب ازاي صحيح؟ دلتا اكس على دلتا واي تمام كده، نعرف اسلوب الارض منها طبعا ده بتجيبه عن طريق الخريطه الكونتوريه، ومنها بتقدر تعرف الارض دي فلات لو انت لو الاسلوب اللي انت حسبته ده طلع اقل من 20 سم في الكيلو، طب لو من 20 ل 30 يبقى بنتكلم في ميديم سلوب، طب لو اكتر من 30 سم في الكيلو الارض دي بالنسبه لي ايه؟ ستيب تمام كده. طيب في حاله لو هو فلات سلوب متوقع كده ارض فلات واقل من 20 سم في الكيلو، وانت واخد بالك من حاجه ان انا باخد في اعتباري 20 واكتر من 10 ل 20 ومن 20 ل 30، هو ده كله كان بناء على ايه؟ ما حدش سال نفسه الحدود دي اساسا اتحددت بناء على ايه؟ ما هو حضرتك المكان اللي انت هتمشي فيه الترعه هو ده المكان، او اللي هتخطط وهتقول ان مثلا الترعه هتمشي في السكه دي زي ما احنا شايفين كده اهو، انت عندك مثلا برانش كنل اهو فوق ودي خطوط الكونتور، خطوط الكونتور جايه لك ايه؟ 9 8 75 8 ونص 8 وربع، لما تلاقي خطوط الكونتور موازيه لبعضها كده ده معناه ان هي ارض ايه فلات، اما لو 7 و8 تبقى كورجيتد. فتعال اهو في ارض زي ديت وحسبت الاسلوب، بتحسب الاسلوب ازاي؟ بتيجي تروح اخد كده حاجه باي راندوم، يعني انت دلوقتي المفروض الترعه البرانش فوق وادي الايه المصرف بتاعك الميجور، فانت الارض اللي ما بينهم دي انت عايز ترويها. طيب يبقى انت عارف ان اكيد هتمشي الترعه من مكان هنا فوق اللي هو من عند البرانش كانال، يعني طبعا اللي طالعه من البرانش دي اسمها ايه يا شباب؟ الديستريبيوتري.
فانت عندك البرانش كده هتطلع منها ديستريبيوتوري، دي بدايتها واكيد دي نهايتها. فانت عارف ان المسلك هي السكه دي اللي انت عايز ايه تتشيك على الاسلوب بتاعك، فتيجي تعمل ايه، تاخد نقطه هنا على خط الكونتور التسعة وخط الكونتور 8 وربع وتروح قايسها بالمسطره المسافه اللي ما بينهم قد ايه، كام سنتي، وتحولها لكام كيلو. حلو كده يا شباب. طيب وبعدين، طب دلوقتي انا كده جبت مين، الدلتا اكس كده، انا جبت المسافه ايه الافقيه اللي ما بين النقطتين، يتفضل لي الدلتا واي، اروح جايب النقطه دي كانت على منسوب بقى كام اللي انا قستها في الاول، دي اللي قست ما بينهم الاولاني دي كانت على منسوب 9، يبقى 9 ناقص 8 وربع في المية. اذا بتضربها ليه في المية، هو 9 ناقص 8 وربع هتجيب لك فرق الارتفاع دلتا واي بالمتر. طب هو دايما السلوبس بتاعته هي سنتيمتر على الكيلومتر، فانا دلوقتي عايز دايما الوحده بتاعتي يبقى فوق في المقام، في البسط قصدي بالسنتي، وفي المقام ايه بالكيلو. فسهله جدا، انت لما تيجي تعمل فرق الارتفاع اللي هو الدلتا واي تروح ضربه بعد ما جبته تضربه في 100 وتروح قسمه على طول على المسافه اللي انت قستها دي بعد ما تحول، هي طبعا هتقيسها هتلاقيها بالسنتي، تروح محولها بالسكيل لكيلو، فانت عرفت هي فيها كام كيلو، فتروح قاسم الكام سنتي اللي انت حولتهم اللي انت فرق الارتفاع في المية وتروح قسمه على الكام كيلو اللي تحت، هيطلع لك كذا سنتي على كيلو على طول. تمام كده. طب لو تلاحظ بقى، هو انا دلوقتي اللي ممشيها ايه في الارض دي، اللي هو اللي هتمشي في الارض ده ديستريبيوتوري، ده خط الديستريبيوتوري. يعني انا ان شاء الله قدام بعد ما خططت التخطيط ده او اللي ناوي انا خططه وامشي الترع في السكه دي، هيجي هنا الحفار هيروح فاتح في مين، في السكه ديت، ويبتدي ياسس لي الترعه ويخطط لي القاع بتاع الترعه اللي هيمشي في السكه دي بميولها بكل القصه دي، صح ولا لا؟ انا باصص هنا ان بلان، فهو المفروض الحفار هيجي يحفر هنا وهيشيل التراب ويبتدي ياسس الترعه بتاعتي، وده البيد ايه البيد ليفل بتاعه. طب هو الديستريبيوتري اصلا عشان كنت اسمح بالميه او اقول عنها ان هي ديستريبيوتري، كانت حاجتين، ان انا بشوف المساحه اللي هي بتخدمها قد ايه من 1000 ل 5000، تمام كده، ابقى ضامن ان هنا كده ان انا حاطط ديستريبيوتري هتخدم لي حته تقريبا من 1000 ل 5000. طب دي نقطه. طب النقطه الثانيه بقى والاهم، ان الميل بتاعها، فاكرين الميول اللي قلت لكم حطوها حلقه في ودانكم طول الترم، فاكرين دوت اللي هي الميل بتاعها بكام، من 10 هنا، الديستريبيوتري كانت من 10 ل 20 سم في الكيلو. يعني انت لازم البيد سلوب اللي انت المفروض قاع الترعه اللي انت هتاسسه لازم يبقى اكيد اللي هو اوريدي ماشي في الارض الطبيعيه بتاعتي، فهو اكيد هياخد نفس ميل الارض الطبيعيه، ما انا هحفر في الارض دي. طب ما لو الارض دي ميلها 15 سم في الكيلو، يبقى اكيد القاع بتاعي هيبقى ميله 15 سم في الكيلو، فهي اكيد هتاخد نفس شكل مين او نفس ميل مين الارض الطبيعيه اللي انا ماشيها فيه. عشان كده الميول لو تلاحظوا اتحددت فلات وسلوب وميديان بناء على مين، اللي هو من 10 ل 20 سم في الكيلو، لو من 20 ل 30، لو اكتر من 30، ده كان بناء على مين، على السلوبس بتاعه القاع الترعه. تمام كده. طيب فالديستريبيوتر هنا مثلا تيجي حضرتك في الفلات، طبعا في الفلات لو الميل اقل من 20 سم في الكيلو، هل انت محتاج تفكس اي حاجه؟ بالعكس، انت تروح ماشي عمودي على الارض. ليه؟ لانك انت لو مشيت عمودي على الارض، ده معناه ان حضرتك الترعه دي بقت ماشيه بنفس ميل الارض دوت، اللي هي اقل من 20 سم، يعني 18 15، وده بالنسبه لي زي الفل، لان الديستريبيوتري اصلا هي من 10 ل 20 سم في الكيلو. فخلاص انا كده حققت الايه، لما هعمل ديزاين قدام ان شاء الله انا اوريدي مخلي الديستريبيوتري القاع بتاعها محقق الميل اللي انا عايزه بعد كده في التصميم، فما يطلعليش سرعات عاليه فالقطاعات تبقى سيف كفيلوسيتي. فاهمين يا جماعه الموضوع بيترتب على بعضه ازاي؟ طيب لو انت بقى الارض بتاعتك انت اختبرتها واخدت مثلا ايه نقطه هنا ونقطه هنا ورحت قايس المسافه اللي ما بينهم وحولتها بالسنتي بالكيلو، في حد هيسال حاجه؟ بس ما كنت مش فاهم حته الميل دي، لو ممكن حضرتك تعيدها تاني بس. من ناحيه ايه بالظبط؟ في ايه بالظبط يعني حته يعني الميل؟ انا الميل لو اختلف معايا التفريعه بتاع الترعه نفسها هتختلف؟ انا فاهم انت قصدك ايه، انت دلوقتي بتفكر في حاجه ادفانسد شويه، اللي هو ايه، مين اللي قال يعني يا باشمهندس، طب ما يمكن ما بين ال 9 لل 8 75 الارض مقصوره قوي او مايله بستيب، بعد كده هتبقى خفيفه. هنتكلم عن الكيس دي قدام. طبعا الميل بتاعك هنا هيختلف، ممكن الترعه بتاعتك تبقى مايله كده بميل
بعد كده هروح ممشيها ايه عمودي على خطوط الكونتور. يعني انا بحاول امشي بالترعه بتاعتي عشان اكتسب الميول اللي انا عايزها. فخلينا بس نمشي واحده واحده بس مع الناس عشان ما تسقطش. تمام إيه بس مش ممكن تغير رتبه الترعه خالص، يعني مش ممكن مثلا تكون من المين تنزل للديستريبيوشن او كده. لا 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 طبعا لا 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 لا، انت بتبقى عارف اوريدي خلاص انت بتسحب من مين، فانت عارف دي بتاعت ايه. يعني انت بتسحب من برانش، لا يمكن اللي بعدها تبقى مين، ده لازم تبقى ديستريبيوتري وش. اه تمام. طيب فنيجي نقول ايه، خلاص احنا دلوقتي عرفنا الارض الفلات بتاعتنا هنمشي عليها عمودي، لان انا ايه قلبي جامد ومش فارق معايا، وهيبقى الميل اقل من 20 سم بالكيلو. طب لو انت عندك الميل بقى بتاع الارض اختبرتها ما بين الميل 9 ل 8 وربع، اخذت نقطتين هنا اهو ورحت قايس ما بينهم وحولتها بالكيلو، وبعد كده عملت فرق المناسيب وضربته في 100 عشان يبقى بالسنتي، وتروح قاسم اللي بالسنتي على الايه على الكيلو، جبت مين الميل. طب ده من 20 ل 30 سم في الكيلو، وانت عندك هنا الترعه بتاعتك دي برانش وده ميجور درين. طب ما انا لو مشيت بالالاينمنت بتاعي عمود على خطوط الكونتور، ده معناه ان انا اخدت نفس الميل بتاع مين، الارض الطبيعيه بتاعتي اللي هو من 20 ل 30. طب ده هيسيف لي الدنيا قدام لما اعمل ديزاين للقطاعات دي؟ لا. ليه؟ لان القطاعات ديت هتبقى في ترعه ديستريبيوتوري، وحضرتك خليت لو مشيت عمود على خطوط الكونتور في الحاله ديت هيبقى انت الميل بتاع القاع بتاع الترعه برضو من 20 ل 30 سم في الكيلو، وانت الافيلابل بالنسبه لك اللي يخلي لك الفيلوسيتي سيف ان لازم تكون الترعه ديستريبيوتوري من 10 ل 20 سم في الكيلو. هو كل اللعبه ال 10 ل 20 سم في الكيلو، من 15 ل 20 سم في الكيلو، اللي احنا الميول اللي احنا محددينها في الجدول بتاع اللي هو اللي كان قدام بتاع الترعه ده، بناء على ايه؟ ان عارفين ان من 10 ل 20 سم في الكيلو بالمساحه اللي المفروض الديستريبيوتور بيتخدمها هتحقق لي كيو تخلي لي الفيلوسيتي ما تزيدش عن رقم معين، اللي هو يخلي لي الترعه سيف وما فيهاش نحر ولا ترصيب. تمام كده؟ فالموضوع ده اصلا مدروس، احنا عارفين ان احنا مش بننجم يعني. فهنا نفس الكلام، انت حضرتك بقى لو كنت مشيت بقى عمودي هتلاقي نفسك الميل بتاعك من 20 ل 30. اوبا. طب انا لو جيت بقى عملت تصميم بعد كده هلاقي ايه من 20، انا اصلا القاع الترعه ماشيه في قاع من 20 ل 30 ميلها عالي، هلاقي بعد كده وانا بصمم بالكيو الفيلوسيتي عاليه هلاقي القطاعات مش مسيفها، فاضطر بقى ارجع اظبط في الالاينمنت الثاني او ابتدي اوجد حلول يعني علشان ما يحصلش تاكل وابطل الترعه، شغلانه بقى. تمام كده؟ طب امال ايه الحل اللي ينجزني من الاول في الارض ديت؟ ان حضرتك هو لو انا بقيس النقطه دي والنقطه دي المسافه ما بينهم الاكس دي، هو لو انا طولت المسافه الاكس دي، يعني مثلا ادي شايف التسعة اهي والثمانية وربع اهي، هو انا لو دلوقتي قست المسافه دي هتلاقيها مثلا 5 مثلا متر، تمام كده، او كيلو يا سيدي. طب هو انا لو المسافه دي طولتها، لو خليت الدلتا اكس اكبر، تعالوا كده ونفس وهتبقى نفس الدلتا واي لان هنا 9 و8 وربع، بس بدل ما كانت الدلتا اكس قصيره خليت الدلتا اكس طويله، هو لو دلتا واي على دلتا اكس والدلتا اكس دي كبرتها اللي هي في المقام، الاسلوب هيحصل له ايه؟ تاني يا جماعه الاسلوب هيقل، هيبقى صح ولا لا؟ تاني انا دلوقتي بالنسبه لي ايه، شايفين النقطه دي والنقطه دي، ولو انا وصلت ما بينهم عمودي هيبقى 9 ناقص 8 وربع يعني 0.75 على المسافه الاكس دي، هيطلع لك اسلوب معين. طب لو انا نفس النقطه دي بس بدل ما اخد النقطه المقابله ليها في الاتجاه العمودي رحت اخد على نفس خط الكونتور برضو بس اخدتها على المايل كده وقلت 9 ناقص 8 وربع برضو بنفس ال 0.75 اللي هو نفس الدلتا واي، بس هقيس المسافه الطويله دي شويه، ما هو الاكس دي مسافه الدلتا اكس دي اطول من دي. طب لو طولت الدينومينيتور ايه اللي هيحصل في المعادله بتاعتك؟ انا بتكلم كماس رياضه، الدلتا اكس دي لو كبرت تحت في المقام يبقى ونفس الدلتا واي هي اللي بتقسم اللي هي بتبقى فوق، فهتلاقي ان الدلتا واي على دلتا اكس اكبر اجيب لك اسلوب اقل. وعلى فكره ده منطقي جدا. تعالى بقى نتكلم بيولوجيك هندسي، هو حضرتك طول ما انت مثلا لو انت واقف على الدبه دي من هنا او على الارض ديت من هنا، بص في الارض دي لو انت حضرتك واقف هنا وحاولت تمشي في السكه دي، انت كده ماشي في ميل عالي ولا واطي؟ هل هتحس بالميل الشديد ده؟
انت طول ما انت عمال تمشي في السكه دي كانك ماشي موازي للكونتور او بتقطع بشكل عرضي على الكونتور، انت ماشي بميل خفيف. اما انت تبقى ماشي بالميل العالي اللي هو بتاع الكونتور، لو انت ماشي عمود على خط الكونتور انت كده بتاخد ايه، بتاخد فرق الارتفاع على ابوه زي ما بيقولوا. اما هنا لا، ده انت هنا عندك المنسوب 30 وعمال تتحرك 30 الا حته 30 الا حته 30 الا حته، عقبال ما وصلت هنا بقت كام؟ 25. يبقى الفرق هتلاقيه في الاخر 30 ناقص 25، يبقى الميل ايه؟ خفيف، لانك انت ماشي تقريبا على نفس الخط المستقيم تقريبا. طبعا لا يمكن طبعا نفس الخط المستقيم، لان على نفس الخط المستقيم مش هيبقى فيه سلوب، فبالتالي الميه مش هتتدحرج اصلا في الترعه، فمش هتوصل لحد اخر الترعه. يبقى كده كان القاعه بقى افقي، ما ينفعش. اما الاوبن تشانل لازم يبقى ليها ميل طولي اللي هو الاس. فحضرتك لا، هنا مثلا بيبقى ايه الميل اهو من النقطه دي للنقطه دي، انا اخترت نقطتين كانهم موازين للارض الطبيعيه علشان الميه تبقى ماشيه باسلوب خفيف فيها. هو ده الفكره اللي انا عملتها، ان انا ميلت شويه الايه الترع بتاعتي، بدل ما تبقى معديه عمودي وتاخد الاسلوب بحق ربنا بتاع الارض، لا انا ماشيها موازي شويه للكونتور. هو ده اللي انا عملته هنا بقى. فالدكتور جت عملت ايه؟ اه طب انا بقى معلش كده يا باشمهندس، يعني هعمل ايه؟ هميلها طب قد ايه؟ اه انا دلوقتي المفروض اكبر طموح ليا في الارض اللي هي اصلا الارض الطبيعيه دي ملها من 20 ل 30 سم في الكيلو. طيب طب ايه اكبر طموح نفسي اوصل له؟ ان انا ابقى محقق ال 20 سم في الكيلو، يا دوب يا دوب، ده اللي هو زي ما بيقولوا بتضلين يعني، تمام كده؟ ليه؟ لانك انت الترعه الديستريبيوتري من الارض الطبيعيه او من القاع بتاعها ان شاء الله هنصمم عليه بعد كده لازم يبقى فرنج من 10 ل 20. هنا ده بقول لك الارض اكتر من 20 اصلا، فانت لو يا دوب قدرت توصل لل 20 سم في الكيلو يبقى انت كده ايه، خير وبركه. طبعا ما تطمعش يعني تقول لي 15 و18، لا طبعا هيبقى كده صعب قوي يعني، انت كده انت ايه بتمشي كده موازي للكونتور بزياده يعني. لا انا هحقق اللي هو اللي يريحني، اللي هو مين؟ اللي هو اللي يا دوب اللي هو ال 20 سم في الكيلو. طب نحققها ازاي؟ مش انت عارف هنا ان منسوب 9 وهنا المنسوب 8 وربع، فانت عارف فرق المناسيب صح ولا لا؟ تعالوا بقى نكتب المعادله بالراجع. هنا هنا انت معاك الدلتا واي، انت عارف فرق ما بين خطين الكونتور اللي انت المفروض هتمشي ما بينهم اللي هو التسعة والثمانية وربع، تمام كده؟ طيب حلو. طيب والاس الاسلوب اللي انت عايز تحققه هو ال 20 سم في الكيلو، فانت تيجي بقى بالراجع تروح جايب مين؟ الدلتا اكس. انا عارف الدلتا واي اللي هو المفروض ما بين خطين الكونتور، وعارف الاسلوب اللي انا المفروض احققه اللي هو اللي هو يا دوب احققه. اشوف بقى الدلتا اكس اللي تقدر تحققها لل 20 سم في الكيلو بفرق الارتفاع اللي موجود عندي ده. فانت كده جبت مين؟ الدلتا اكس اللي انت عايز تحققها. طب وبعدين يعني يا باشمهندس؟ تيجي بقى من عند النقطه دي كنت محددها من الاول مثلا هنا في اي حته هنا، وانت طبعا مش عارف النقطه الثانيه فين، فتيجي تروح واقف بالبرجل تفتح المسافه الدلتا اكس اللي طلعت لك دي، وتقف بسن البرجل هنا وتفتح البرجل بالمسافه دي، وتروح قاطع بالقلم بقى بتاع البرجل على خط الكونتور مين؟ 8 وربع. يبقى تاني هتقف بسن البرجل عند منسوب التسعة دوت، وتفتح مسافه اللي هي مثلا الاكس اللي هي طلعت لي اللي انا عارف ان هي لو مشيت موازي ليها في الارض الطبيعيه ديت هتحقق لي يا دوب ال 20 سم في الكيلو. هتروح واقف بسن البرجل عند منسوب التسعة، تفتح المسافه الاكس، وتروح قاطع خط بالبرجل خط الكونتور بتاع 8 وربع ايا كان هيقطع فين. فهنا مثلا هنا النقطه هي، وراح هنا ايه مثلا رحت مدد الكونتور، مدد قصدي البرجل، راح قطع الارك اتقطع هنا، فتروح موصل خط ما بينهم. ايه ده؟ هو ده كده خط هو ده كده خط الترعه؟ لا هو دوت ايه الثاني معلش؟ هنا اللي جوه عندك في الاوضه اللي جوه طيب شباب الناس اللي ما بتسالش وبتتكلم تقفل بس الميوت بتاعها، تمام كده؟ شكرا. هو لو ممكن نرفع ايدينا قبل ما نتكلم يا باشمهندس، الاوبشن ده تقريبا موجود عشان بس ما نتعقش في حاجه، نرفع ايدينا او حاجه قبل ما نتكلم عشان ما نتعقش في حاجه. تمام تمام ما عنديش مشكله ماشي. هو الاوبشن ده تقريبا موجود يعني. موجود موجود اه من عارف. تمام طيب. فبكل بساطه انت كده اللي انت عملته ايه؟ انت جبت المسار اللي لو مشيت جنبه موازيات زي ما انا عامل كده اهو،
مشيت الترع موازي للمسار اللي انت وصلته ما بين النقطة ونقطة التقاطع بتاعة البرجل وهتوصل خط ما بينهم. ده المسار اللي انت مشي لو مشيت موازي ليه على الارض الطبيعية بتاعتي ابقى كده اي حاجة معدية في الارض الطبيعية بالميل دوت او بالكسرة دي يبقى كده محقق ال 20 سنتي في الكيلو. تبتدي بقى ترص الترع بتاعتك، تبتدي بقى تحط الترع بتاعتك وتمشيها موازي، تبدا طبعا ايه بالهيد ريجوليتور من عند البرانش وتوصل لمين الميجور درين. نفس الكلام بقى هنا، هنا عملنا ايه، بصوا واخدين بالكم هنقيس سبيسنج صح ولا لا. في بقى هنا نقطه مهمه، نقطه مهمه مهمه مهمه، ايه هي؟ هتقول لي ايه ده، ده الترع هي باشمهندس اهي انت عملتها والمفروض الميه بقى تروي يمين وشمال. بصوا كانت في الارض الفلات كان ايه الدنيا، لما بتمشي عمودي على الارض تمحقك انك تروي يمين وشمال الترع اهو. لو انا هنا ماشي عمودي على الارض هقدر اخد ميه من الترع كده وكده. طب لو انا بقى ماشي مايل على الارض هل هتقدر تروح رامي الميه لفوق كده الارض اللي فوقيك؟ لا، امال هتبقى عندك الاوبشن الوحيد ايه، انك ترمي الميه على الارض المنخفضه اللي تحتيك، هيبقى ساعتها اللي فوقك عالي واللي تحتك هو اللي ايه منخفض، فساعتها الترعه هتبقى بتروي في سكه واحده. فنخلي بالنا قوي اول ما الترعه يا جماعه تميل على خط الكونتور يبقى هي بترمي فين، في الاتجاه الاوطى مش في الاتجاه هنا كده. لو انت عامل كروس سكشن عمودي عليها هتلاقي النقطه دي عند 8 وشويه ودي عند 8 وايه يعني اعلى من 8.75 ودي هتبقى النقطه دي عند 8 اقل من 8.75، فهتبقى عارف ان الميه بتتجه في السكه دي. طيب فبالتالي ادي ده كده الترع حلو كده وهترمي كده، المفروض هنا يبقى فيه ايه مصرف على مسافه السبيسنج موازي ليها. طيب هنا بقى المفروض فيه ترعه تمام كده، هرصهم بناء على السبيسنج. انا عندي ترعه اهي تمام المفروض على مسافه السبيسنج بناء على نوع التربه تمام كده. طيب المفروض بقى الترعه دي لما هترمي ميه كده هحط المصرف بتاعها فين؟ في ناس كتير بقى بتعمل كارثه، ايه هي الكارثه؟ الفيتال ميستيك، ان تروح جاي حاطه لي المصرف هنا اللي هو يخدم لي على الميه اللي بتتدلق من هنا. الكلام ده غلط، غلط ثم غلط ثم غلط. ليه؟ لان حضرتك لو حطيت المصرف هنا قطعت كده سكه الميه كده، الميه تمام راوت هنا ولمت الميه في المصرف هنا، طب والحته دي ماتت مفيش ميه وصلت لها اصلا. عشان كده هنا في الارض المايله في الميديم او بعد كده هتبقى في الفلات في الستيب قصدي اسف، هتبقى عندك ان دايما الترعة بتروي في اتجاه واحد ودايما المسافة ما بين الترعة والترعة اللي جنبها اللي بيحكمها السبيسي، لان انا ببقى عارف ان انا بروح حاطط مصرف هنا اهو لزق في الترعة دي. يبقى انا هنا دلوقتي ادي دي الترعة عملت سبيسنج رحت حاطط المصرف اللي اوريدي هروح بادئ بعدها على طول بترعة. طب ليه يا باشمهندس ما بدأتش بعيد شوية كده؟ لان لو بدأت بعيد شوية كده الحتة دي كلها اللي ما بين اللي هتبقى المصرف والترعة اللي جنبها دي ماتت. فعشان كده في حاله الميل ده لازم الترعه بقى على سبيسنج تروح حاطط مصرف ترشق جنبها على طول ترعه ثانيه عشان تبدا تسلم الايه الارض اللي بعدها. عشان كده هو اصلا السبيسنج دي ما بين ايه الترعه والمصرف، بس حظنا هنا بنقول ما بين الترعه والترعه لان اوريدي انا عارف ان الترعه بتبقى دايما لازقه في جنبها مصرف. تمام كده يا شباب؟ طيب يبقى ده كده بالنسبه لمين، لحاله الميديم. طبعا لو حاله الستيب سلوب، لو السلوب اكتر من 30 سم باشمهندس اتفضل. استاذ حاجه بس سؤال معلش حضرتك بس في الـ في الـ في الـ في الميديم سلوب تمام اوكي في الميديم سلوب حضرتك بس هات الميديم سلوب ماشي ماشي اسال قول ماله في ميديم سلوب. ايوه انا عندي بس حضرتك لو انا عندي الاريا سيرفد حوالي 2000 فدان اوكي تمام وانا كده هيبقى انا واحده ديستريبيوتور تكفيني وواحده ديستريبيوتور تكفيني تمام ماشي تمام. فانا بالمنظر ده حياتك انا كده لو انا ميديم سلوب فانا هميل الارض بتاعتي هميل الترعه ولا ايه؟ تمام ماشي. ها يعني انت مثلا لو دي كلها 2000 فدان فهي محتاجه انك هتميل هتحط واحده هنا مثلا بالظبط كده ماشي. طب انا بالمنظر ده الجزء الفوقاني مين هيرويه؟ ما المفروض الحته دي كده ماتت فطبعا لازم بنعمل ايه؟ جدع جدع صح على فكره ده صح. والمفروض الحته دي
احط لها مصرف هنا. الكلام ده هيبان شويه، انا سبتها وعدتها خليها اللي ايه لما نحل الاكزامبل مع بعض. طبعا طبعا انت عندك ده منطقي جدا حضرتك، احنا بنعمل ايه بقى عشان نحل المشاكل ديت؟ فبنروح جايين هنا كده ونروح ايه، انا اسف هو ده مش ماشي خلاص مش اعتبر الخط اللي انا هرسمه ده هو الكنب، بنروح جايين هنا سبيشال كيس ان احنا نروح لو طبعا الترعه دي مكمله والارض دي مكمله فانا هحط واحده موزي ليها كمان، تمام كده. طب لو ده كده اخر الارض وخلاص دي اخر الخريطه بتاعتي، هضطر ان انا احط ترعه عموديه بالمنظر ده او بميل الترعه دي هتبقى بميل اخف من الميول دي. هتقول لي ايه ده؟ طب ده كده لو انت عملتها في السكه دي هتروح اخده ميل كبير اللي هو من 20 ل 30، وده مش هيبقى ايه هيبقى بالنسبه لي مش احسن حاجه. هقول لك اه مش مشكله، وساعتها طبعا في الحاله دي هنضطر ان نعالج الترعه دي في التصميم. بس يبقى عندي ترعه واحده اللي فيها مشكله ولا يبقى عندي رصه الترعه كلها فيها مشاكل؟ اه لا مش مشكله، ما جاتش على ترعه. ساعتها هنبتدي نتصرف بقى ساعه التصميم ان احنا نحاول نقلل كيو، نحاول ان احنا نعمل الدروب في الميل في البيد، يعني هنتصرف ان احنا نعمل هامب، نعمل صمب عشان نقلل الانرجي، يعني هنتصرف فاهمني. هنحط وير بحيث ان نعمل دروب في القاع علشان الميه تتقد شويه ونقلل السلوب. فليها حلول مختلفه ولكن هتبقى مكلفه طبعا سنه يعني. تمام طيب وهنا في الاخر ممكن تدخله في حد عايز يدخل الميتنج لو حضرتك ممكن تدخله. حاضر 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 من عينيا هدخله الميتنج لو حاضر. هو تقريبا الناس كلها داخله. باشمهندس معلش هو انا ازاي بعرف السبيسنج؟ بقيسها على الخريطه نفسها السبيسنج. اه بعرف على حسب نوع التربه، على حسب نوع التربه. ما الدكتور بتبقى قايله طبعا تقول لك ان دي مثلا كلي لاند او كلي ديستريكت او سيلتي ديستريكت او ساند، بتقول نوع التربه طبعا. ده عايز اقول لكم ساعات بتبقى مديالكم مثلا ان تقول لك من خط الكونتور كذا لخط الكونتور كذا دي كلي واللي بعدها ده سيلت، عشان بس تشوفك انت فايق ولا مش فايق في موضوع السبيسنج ده. كده بالنسبه انك انت بتبقى عارفه السبيسنج عن طريق نوع التربه اللي الدكتور بتذكره اصلا على في راس العنوان في الخريطه الكونتوريه. بنقيسها ازاي؟ طبعا بنقيسها عن طريق السكيل. يعني انا عندي مثلا لو السكيل بتاع الخريطه 1 ل 100,000 فانا عارف ان اي 1 سم هقيسه على الخريطه بكيلو، فانا هنا هروح قايس ايه 1 سم، اروح قايس 1 سم وراح شادد خط. انا كده عرفت ان السنتي اللي انا قيسته ده بمقام كيلو في الحقيقه، وراح شادد خط سنتي وراح شادد خط وهكذا. فانا بوقع السبيسنج دوت بناء على السكيل بتاع الخريطه، بشوف هو المفروض انا عايز احط مثلا دي طين يبقى انا محتاج 1 كيلو، يبقى الكيلو ده بينظر قد ايه في الخريطه سنتي، يبقى هقيس كل سنتي واحط ايه واشد خط. تمام كده. طيب تعالوا هنا بقى في حاله اللي هو مين الستيب سلوب. طبعا دي بتبقى كارثه شويه يعني، اللي هو الميل اكتر من 30 سم في الكيلو. تقريبا انتوا واخدين بالكم من حاجه ان هنا ادي البرانش كانال وادي الايه الميجور درين. بنضطر ساعتها كما لو كان شايفين ما عاملين ايه ماشيين موازي لمين للكونتور. وطبعا ساعتها الترعه دي هتبقى بتروي الارض اللي تحتها بس، اكيد ما بترويش اللي فوق، وبرده ايه بتستلمها مصرف على مسافه السبيسنج. بعد كده نروح راشقين بعدها على طول ايه ارز على طول بعدها كانال عشان تسلم الارض اللي بعدها، عشان لو عملت مسافه بين الكنل والدرين الارض هتموت وهكذا. طب برضو جبت الميل الشديد ده وازاي يا باشمهندس؟ عملنا نفس الفكره، رحنا جايبين ان الميل يبقى 20 سم في الكيلو، ورحنا واقفين بايه حسبنا الدلتا اكس، لقينا ان الدلتا اكس بتاعتي مثلا كذا. فاه طب انا بقى الدلتا، بس طبعا هنا الدلتا اكس هتبقى اكبر بكتير، تمام كده. طيب فتروح جاي ايه موقف هنا موقف سن البرجل هنا، وتفتح الايه المسافه الاكس بتاعتك. هتلاقي اصلا المسافه الاكس بتاعتك عشان تقطع ال 8 وربع دي هتلاقي برجل فتحته لحد بره الورقه عشان تقاطعه اصلا، تمام كده. المهم يعني حتى لو انت جربت انك انت ايه تقاطع كده بره الورقه حتى لو حاجه كده تخيليه، فانت هتبقى عرفت الباص اللي هيحقق لك ال 20 سم في الكيلو في الارض دي. عايز اقول لكم بقى الدنيا مش مثاليه كده خالص. انتوا لو تلاحظوا ان انا هنا كده يعني ايه بضحك عليك، ان كل ما الارض تبقى ستيب ان الكنل البرانش والميجور بعمال بميلهم معايا. مين اللي قال لك ان ممكن تبقى كده؟ مش يمكن تبقى الارض زي ستيب زي دي بس البرانش ماشي فوق والميجور ماشي تحت، هتتصرف ازاي؟ ها حط
هتضطر ان حضرتك هتمشي بميل تمام كده، ولكن مش هيبقى الميل الاحسن حاجه. يعني مثلا ايه، الارض بتاعتك اكتر من 30 سم في الكيلو والدنيا متبهدله، لا وده كمان ايه بقى، انا هنا يعتبر ضحك عليك ان قال يعني ايه، ان كل ما الارض بتميل فانا هضطر ان اميل الديستريبيوتور بتاعتي قوي وتبقى ماشيه تقريبا موازيه للكونتور، فقال يعني المأخذ والمخرج بتوعي اللي هو البرانش والميجر والهرم فيهم هيلفوا معايا ويبقوا الدنيا سلسه كده. لا مش لازم كده خالص، ساعات بيبقى بالمنظر ده. طب هتصرف ازاي يعني ان البرانش فوق والميجر كده تحت؟ مش كانوا بصوا مش زي دول كده. طب افرض انا بقى الارض 30 اكبر من 30 والبرانش والمغذيات والمصبات كده، فهتضطر طبعا حضرتك تحاول يعني توصل لاقصى حاجه ممكن توصل لها. يعني هنا مثلا لو اكبر من 30 سم في الكيلو ممكن تحاول توصلها مثلا ان هي تبقى 28 26، يعني تحاول تجيب الايه الميل اللي تقدر توصل ما بين نقطه هنا ونقطه هنا وتقدر تقيس السبيسنج بتاعك وتخدم على الارض بتاعك. يعني مثلا ما تجيش مثلا حاجه زي كده اروح متغابه واروح اعمل مثلا ايه حاجه مايله قوي بالمنظر ده، فلاقي نفسي ان الترعه اللي انا هقترحها تبقى كده اهو، ايه ده مفيش مصاريف، طب امال التلسكوب هربط على ايه؟ تلاقي نفسك عمال بقى تمشي كده وتكسر كده طب وليه؟ فانت ممكن تجيبها ازاي ان انا اقصى ميل ممكن مثلا علشان اقدر اوصل الترعه بتوع، ما انا دلوقتي انا ملتزم ان الترعه دي تصب في الاخر في الميجر دوت طالما مفيش غير المصرف ده اللي قدامي. طيب يبقى انا ما اجيش بقى اروح ايه متزاكة واروح جاي حاطط ايه ميل اكتر ما يمكن، فتلاقي الترعه بقت ممكن اطلعها من هنا تبقى موازي، والترعه دي تبقى موازي، والترعه دي الله تبقى موازي، والترعه دي حلو اهو وموازي للكونتور فعلا، بس حضرتك انت بتصب فين؟ مفيش حاجه هنا اصلا، فبالتالي انت كده بتعمل ايه حل ملوش اي معنى، بالرغم انك انت حققت لي 20 سم في الكيلو وهسقف لك، بس حضرتك الميل اللي انت عامله دوت هيودي لك الترعه في سكه انت مش هتعرف تصرف فيها، فانت برضه هتبقى محكوم بمين؟ بالنقط اللي تحت. فممكن مثلا فكره حلوه اللي هو ايه؟ اشوف مثلا اخر الخريطه بتاعت الارض دي مثلا الارض دي اخرها فين؟ واخر المصرف بتاعي اللي انا اقدر اتقاطع معاه هي النقطه دي مثلا اللي في الخريطه، اعتبر ان دي خلاص نهايه الخريطه. خلاص يبقى اخد من النقطه دي واشوف كده ايه اقصى ميل اقدر اعمله بحيث ان الترعه بتاعتي تبقى حققت ميل يعني قريب شويه من 20 سم في الكيلو. تمام كده، وفي نفس الوقت ان انا كل الترعه بتاعتي ايه مسلمه للايه للمصرف. طبعا ممكن تلاقي مثلا ايه عملت كده وكده وكده ودول كلهم مثلا الميل 25 سم في الكيلو، وتلاقي ترعه غطت حته زي دي هتضطر تمشي عمودي. طيب وبعدين وهنا هتضطر تلاقي نفسك في المصرف برده، ما المصرف برده ليه درجات ميول، هتلاقي تضطر انك انت حضرتك تروح حاطط مصرف بالمنظر ده عشان يلم لك الميه دي. فدي بتبقى سبيشال كيسز عادي بقى خلاص مجبر، مفيش حاجه اسمها ايه، انا بس عايزكم بس في الالاينمنت عشان بس الناس بتبقى متجبسه قوي في الاول، متجبسين ومقيدين وفاكرين ان لازم تمشوا بحذافير اللي هو 20 20 سم في الكيلو، ولما تحققش لازم اميل الترعه بغباوه. لا خليك مرن، خليك مرن. يعني حاله زي ديت لا خلاص يا باشمهندس انا عامل ايه، يعني هضطر ان انا احط ايه المصرف بتاعي هنا عشان يلم لي الميه هنا. طب ومش هحقق الميل هنا؟ خلاص ما انا مضطر اعمل ايه، في حاجات كده اسمها انا مضطر. هنا نفس الكلام برضو الترعه، ايه ده يا باشمهندس ده اللي انت بتعمله ده، انت بتحط لي ترعه عموديه بعد ما قعدت تهبد لي كل الهبد ده؟ عادي لان خلاص انا مضطر يا جماعه، فاهمين القصد ايه؟ بس فهي دي النقط الايه، ان عايزك تبقى فليكسبل، ولكن طبعا مش بس حد يبقى كسول يروح يبقى مضطر من الاول. يعني فاهمني، لا ما يبقاش كده، يعني مش ده يبقى الاتيتيود بتاعك. لا تعمل اعمل اللي عليك قدر الامكان، ثم بعد كده البواقي اللي هتتفضل حاول تظبطها بقى ايه بشكل سبيشال يعني. تمام كده، قول يا حبيبي. طب هو دلوقتي لو انا فعلا اضطريت خلاص ان انا امشي في سكه معينه وان هي مش الايديال كيس بالنسبه لي، هل في اصلا حاجات تانية ممكن اعملها ان هي تخفف الضرر بتاع اللي انا شغال فيه اللي هو الاضطراري ده؟ ينفع، بس ده في التصميم قدام بقى، يعني اللي هبوظه في الالاينمنت هحاول اصلحه في حاجه اسمها الساينوبتيك. تمام، يعني اللي انا هبوظه في الالاينمنت احاول قدر الامكان اصلحه في الساينوبتيك، مش الساينوبتيك بس كمان، ده حاجه الساينوبتيك ده اللفظ كده هتعرفوه، يعني بعد ما اعمل التخطيط هبتدي اخطط سكك الميه ان انا اوصل بقى مناسيب الميه ببعضها، يعني اخلي مثلا منسوب الميه اللي في البرانش يسلم منسوب الميه اللي هيبقى في الكنل، بتوقع مناسيب الميه بيبقى شكلها ايه. تمام كده، هتبقوا تعرفوا الكلام ده ان شاء الله في السيشنز الجايه. فاللي ما بوظه الالاينمنت سيصلحه الديزاين، انت فاهمني،
ان شاء الله من قدام بنبقى عاملين في اعتبارنا ممكن نعمل حلول، ولكن الحلول ده تبقى مكلفه. يعني هتلاقي نفسك مثلا لا انت مضطر مثلا تعمل وير في وسط الترع عشان مثلا تغير في اسلوب الميه، ما الوير ده بيعمل اختلاف في اسلوب الميه، فعشان تضمن ان اسلوب الميه مثلا يريح او انك انت تظبط اسلوب الميه او تهد الطاقه بتاعه الميه هتضطر تعمل هامب، هتضطر ممكن نعمل كونتراكشن، ممكن عشان مثلا او نعمل اكسبانشن نعرض عرض الترع بتاعي علشان ما هو مثلا انا لو صممت القطاع ولقيت الاسلوب عالي فبالتالي الفيلوستي عاليه، طب والحل ايه؟ اروح بالراجع موسع الكروس سكشن اريا بتاعت الترع بتاعتي، يبقى هحقق حفر وردم اكبر شويه، بس في المقابل لما هكبر الاريا بقانون الكونتينيوتي الفيلوستي هتقل. فهمني هبتدي العب كده ان لا الترع بتاعتي لو انا مشيتها بالاسلوب ده وبالكيو دي وبالابعاد دي هتلاقي الفلوستي عاليه قوي، لا كبر كده بقى بحبح شويه العرض وكبر العمق دي علشان تقدر تحقق الايه الفلوستي المسموح الالاوبل عشان ما يحصلش نحر وترصيب. فهتلاقي نفسك بتضطر انك تعمل كميات حفر اكبر شويه عشان تقدر تشكل الشكل، يعني بدل ما كنت ممكن تحتاج 5 متر لا تحتاج 15 متر، هتضطر توسع عرض القطاع بتاع الترع علشان تقدر ده في المقابل بس عشان تخفف الاسلوب، متخيل؟ عشان بس انت في الاول كنت الالاينمنت كان فيها مشاكل، ولكن ده على فكره وارد وبيحصل في المواقع، يعني في الشغل بره ما فيش حاجه اسمها بتمشي ايديال، يعني فاهمني؟ ده اغلبه بيبقى هو السبيشال كيس، يعني انت فاهم الدنيا ايه؟ بس فيعني ودايما بنوجد حلول وبنشوف التكلفه وهكذا، يعني انا مش عايز اتخلف في قصه زي دي، ولكن كل حاجه وليها حل، تمام؟ طيب انا اهم حاجه عندي الحاجات الفيتال اللي هو ايه، ان انا مثلا تروح واحد جاي رسم لي الكنال هنا ويروح حاطط لي مصرف هنا في النص، فيتال اسمها فيتال، موت حته ارض يبقى فيتال، هنا يروح عامل لي كل الجمال ده والله شكله تحفه ويروح نسيل ان يحط لي هنا ترعه علشان ايه يروي لي الحته دي عشان هو صعبان عليه مثلا ايه ان هيحط ازاي ترعه عموديه بعد ما تعب التعب ده كله، او ينسى يحط لي مصرف هنا في الميه، طب ما هنا وبعدين يعني الميه تتصرف ازاي؟ فدي بتبقى بيسموها فيتا، الارض ماتت الحته دي تموتها، تمام كده؟ هي دي بالنسبه لي اللي بتبقى ايه الحته اللي بنقف عندها او بننقص عندها قوي يعني. وعايز اقول لك برده احنا يعني الموضوع مش بغشوميه يعني، يعني مش فيتا اللي هروح مقطع لك الورقه ولا لا دي كل الالاينمنت غلط وبتاع، لا بنقصك عليها بس بتنقص بشكل بيدي ايحاء للي بيصحح انك انت مش فاهم، فده بيبقى انطباع مش لطيف ساعه التصحيح يعني، تمام كده؟ وطبعا ده بالنسبه لك انت كمهندس برضو عيب يعني، يعني انت خلاص انت فاضل لك سنه وتبقى زميلي وقاعد جنبي، واسال يعني اسال زمايلك، اسال الناس اللي اكبر منك، والله الكلمه دي مش كلمه، والله انا ليا زمايل ليكوا اكبر منكوا لما بنزل مواقع اليومين الشغل اللي فات الفتره ديت وبتاع مش عارف ايه، لا بشوفهم وسلم عليهم لسه من فتره، زمايل حد من زمايلكوا كان مسلم عليا بنشتغل سوا خلاص. فيعني يا جماعه يعني الدنيا صغيره يعني، وان شاء الله يعني ربنا يوفقكم في الشغل باذن الله تعالى. طيب تعالوا بقى ايه نخش على ايه الاكزامبل ماب، انا بس بقول لكم كده ليه يعني علشان يبقى انت كده عندك خليك لارج بقى، خليك بجد مهندس، دماغك بقى تكبر، تبتدي تبقى اكتر مرونه، عايزك انك انت ما تبقاش طالب، انا عارف ان النقله دي لسه جديده شويه عليك بس يعني حاول انك انت تموف اون، يعني انت فاهمني انك انت تبقى فعلا عايز اللي بيبقى عايزكم يعني تحبوا الموضوع، الموضوع ما تاخدوش على انه ايه ده انا عايز اخلص من ماده وانجح وبتاع مش عارف ايه، يا جدعان لا ده تصميم، ده خلاص انت وصلت لمرحله زي ما بيقولوا ايه ده كده البريق بتاعك، انت ابتديت كده بحطك على سلم الشغل، فانت لازم بقى تركز خلاص، اللي عدى عدى واللي فات فعلا كان مش كلها كانت اسس وبتاع، ممكن تفيدك شويه في الشغل بس لو عرفت التصميم هتبتدي بقى تحب الموضوع، تمام كده؟ وده هيفيدك جامد جدا على التراك بتاع الشغل بعد كده ان شاء الله. طيب تعالوا بعد كده بقى نخش على الاكزامبل ماب، مثلا تعالوا نشوف الخريطه اللي احنا عايزين ايه نحلها مع بعض. الاكزامبل ماب ديت ده بالظبط مثال، وده اللي عندكم اوريدي الدكتور اصلا مديها لكم عشان ايه تتعلموا منه ازاي نقرا خريطه كونتوريه، ازاي ناخد الداتا منها، ازاي نبتدي نرسم، فاهمني يعني ازاي نفكر اصلا كفي التخطيط. طيب يقول لك ايه مثلا زي اتاتشد ماب سكيل 1 الى 50000
نروح جايين كده على الحتة دي نروح معلمين عليها. ده 1 إلى 50 ألف يعني 1 سنتي إلى 50 ألف سنتي، يعني لو قسمت 10 أس 5 يبقى 1 سنتي بنص كيلو. يبقى كده عرفت ان الخريطة بتاعتي كل 1 سنتي هقيسه بالمسطرة بالأرسطو على الخريطة بما يناظر نص كيلو في الحقيقة. طيب choose the contour lines of a silty district. يبقى كده عرفت ان الارض الطبيعية بتاعتي هنا كلها silt. يبقى نيجي كده جنبها وتروح معلم كده بخط تحتيها silt district، يعني الاس السبيسنج اللي هبقى ان شاء الله محتاجه ب 1.6 كيلو. at intervals of ربع متر، خلاص ده الانترفال كونتور انترفال. يعني the area is bounded by main canal. بيقول لك بقى ان الارض دي متحاطة بايه بقى، متكتفة بايه، بيمر جنبها main canal C و the first reach of the main drain D and a road. بيمر بيها يبقى الارض متحوطة بالثلاث حاجات دول. اول حاجة مين كانل، يبقى المين كانل دينا لسه هطلع منها ايه برانشات، او ان الدكتور تبقى مطلع اوريدي منها برانش، تمام كده. طيب يبقى انا متوقع ان لو الدكتور قالت لك مين كانل متوقع، ويبقى دي بصوا انا بخطط لك كده بس استمر مين كانل، يبقى اكيد او بنسبة كبيرة انا ممكن اطلع برانشات منها، او بنسبة كبيرة افضل ادور بعيني كده اكيد الدكتور من المين كانل دي مطلع لي ايه بدايات برانش. يبقى انا كده فاهم ان الدرجة اللي عندي اللي هبدأ بيها البرانش وبعد كده اطلع الديستريبيوتورز. طيب وبتقول لك ان ايه the first reach of the main drain دي، وبتقول لك ان في الجزء الاول فيه ايه main drain دي موجود، ده مصرف كبير وهنبقى نشوفه على الخريطة، وطريق طز مش عايز حاجة من ايه من الطريق. بيقول لك ايه بقى it is required to show a complete alignment of irrigation and drainage system to serve the area. خطط لي بقى الارض بالكامل عشان تخدم لي على الارض ايه الارض الزراعيه دي، تمام كده. عايز بس اديك هنت برضو كده بسيط قبل ما نبدا. لو انت الالاينمنت بالنسبه لك يعني ممكن يكون مثلا رخم مش مستلز وبتاع، كل القصه الالاينمنت بيبقى بنسبه كبيره ان شاء الله يعني بيبقى معاك لحد فين الميد تيرم. يعني الميد تيرم هو اللي بيجي فيه خريطه كونتوريه وبترسم عليها وبتاخد عليها درجات والكلام ده كله. في الفاينل بنسبه كبيره الدكتور ما بتجيبش ايه خريطه كونتوريه، ما بتجيبلكش الاينمنت، بتبدا بقى تسالك. طبعا بتجيب لك من حاجات في الديزاين من الاول من اللي قبل الميد تيرم، ولكن ما بنهتمش بالالاينمنت قوي لان احنا بيبقى عندنا اسئله اهم واقوى بكتير بعد كده ايه خلال الترم يعني. فانت لو يعني شايل همه قوي كده يا عم ده لحد ايه ده لحد الميد تيرم وخلاص ايه هتنساه يعني، تمام كده. طيب دي بالنسبه لي اهي ادي دي كده الخريطه الكونتوريه بتاعتي. خليني اعمل دي كده برزنتيشن، تمام. ادي المين كانال اهي، المين كانال سي فوق اهي، تمام ماشي اهي. وعندك الخريطه الكونتوريه، الارض دي اغلبها هي يا جماعه بالمنظر ده. التوبوجرافيك دي شكلها ايه كده تقريبا، يعني نوعها ايه كوريجيتد ولا فلات سلوب ولا ستيب سلوب ولا ايه وضعها؟ كوريجيتد يا جماعه، صح الموضوع صعب مش صعب يعني. طيب فكده عندك الارض هنا شكلها ايه كوريجيتد، خطوط ده خطوط الكونتور دي المناسيب بتاعتها ايه. عندك هنا بصوا بقى شايفين المصرف الطويل ده المين درين اهو، محاوط الارض كلها بالكامل ونازل تحت اهو لحد تحت. يبقى انت عندك ايه مصرف جميل زي الفل ايه بعرض الايه او محاوط الارض ايه من جنوبها ومن ايه غربها. عندك الطريق هنا على الايه على اليمين. طيب اول حاجه ادي ده المين كانال، وزي ما توقعت معاكم الدكتور هنا مطلع لكم ترعه، او شايفين بدايه الترعه دي عند ايه عند كي 8. ايه كي 8 دي؟ يعني عند الكيلومتراج 8. ما هو الترع يا جماعه بتاخد بتتقاس او بيتحط لها كيلومتر زي الطرق بالظبط. يعني مثلا طرق السفر يقول لك انت عند الكيلو 30 عند الكيلو 40. ده عشان حضرتك لو في اي كوارث اي مشاكل اي عشان يعني ما ينفعش مثلا اقول له انا واقف عند الشجره اللي تقريبا قدام اليافطه اللي ما ينفعش اقول كده في الطريق، هقول له انا واقف عند مستنيك عند الكيلو 50. هو ده التعارف بيني وبينك وبين كل الناس ايه في الطرق. نفس الكلام في الترع، الترعه برضو لازم احط لها كيلوهات، لازم برقمها كيلوهات، والكيلوهات هي بالنسبه لي نقطه التعارف بيني وبينك. ان انا مثلا اقول لك انا دلوقتي اهو عندي برانش كانل هتطلع من المين كانل عندي كي 8، يعني عندي الكيلو 8.
يبقى هو اصلا كان قبل المكان ده كله. بص المين كان المشي كده، يبقى كان فيه لسه كيلو 7 وكيلو 6 و5 و4 و3 و2 و1 و0. هو الزيرو ده هيبقى فين؟ اللي هو عند الهيد ريجوليتور كده، عند مين؟ عند الهيد ريجوليتور. يبقى ده كده مين؟ الزيرو. وبنفضل بقى نمشي كل كيلو من رقم مين؟ الترع بتاعتنا. طيب هنا الترع المين كانل اسمها مين كانل سي. لو انت هتطلع منها ترعة الدرجة الاقل منها اللي هي بعد المين كانل في مين البرانش، لما هتطلع منها البرانش من رقم او من ادي البرانشات درجة اسم بعدها، يعني ايه؟ لو انت المين كانل بتاعتك دي اسمها سي، تبدأ بقى تمشي مع المين كانل من الصفر بتاعها. اول ما تلاقي برانش كانل طلعت منها، برانش كانل طلعت منها، يبقى دي كده اول سي 1. طيب امشي تاني كده. بصوا هنا عند الكيلو 8 واضح الدكتور كتبالكو سي 2، يعني معناها ان كان قبلها بشوية هنا كان في اكيد سي 1 هنا، بس ما دخلتش معانا في الايه في المسألة بتاعتنا. يبقى ايه؟ كان في سي 1 هنا قريبة من الكيلو 0 مثلا، وبعد كده دي تاني واحدة طلعت. يبقى انا بمشي ايه؟ بايدي من الصفر بتاع الترع وافضل ماشي. طلعت بايه؟ برانش كانل. يبقى دي كده اول واحدة سي 1. بناخد الاسم اللي قبلها بتاع المين كانل ونرقم بعض. لو هي المين كانل سي، يبقى اللي هيطلع بعدها سي 1 يمشي شويه، سي 2 يمشي شويه، سي 3 وهكذا. فانت عندك البرانش اللي تطلع هنا بتاعتك اسمها مين؟ سي 2. طب الدكتور ليه بادئه من هنا؟ قولوا لي كده، يعني طبعا هي مغششاكوا كده، يعني قول لي كده هعمل ايه بالبرانش كانل ديت؟ انا دلوقتي عايز اروي الارض دي كلها ورشق فيها ايه؟ ديستريبيوتورز واظبط الدنيا. يبقى كده انا محتاج ايه؟ محتاج برانش كانل تمر بكامل طول الترعة دي كلها، اسف، بكامل طول الارض دي كلها، عشان تسمح لي بعد كده ان اعرف اطلع منها شويه الديستريبيوتورز بكامل الايه؟ بكامل الارض. صح ولا لا يا جماعه؟ هل ينفع تقول لي هطلع منها ديستريبيوتور على طول؟ ما ينفعش، لان حضرتك لو حسبت الطول في العرض دوت بالسكيل هتلاقي المساحه دي كبيره جدا، ما ينفعش ان هي تتخدم بديستريبيوتور واحد، او اسف، ما تنفعش تخدم اصلا بالديستريبيوتور هنا. لازم اكيد في برانش هتخش الاول تغطي لي الارض دي كلها، ثم بعد كده ده الشريان اللي هيبقى ايه؟ الرئيس اللي مدخل الارض كلها، ومنه هغذي بقى الشرايين او الاورده بقى، هغذي الاورده، يعني ده كان القلب بتاع الارض، وده طالع منه بقيه الشرايين اللي هتغذي لي ايه؟ هوزع بيها الميه اللي هم الديستريبيوتورز يعني. تمام كده؟ قولوا لي بقى كده بالمنظر ده همشي الترعه دي فين؟ يعني امشيها كده ولا امشيها كده ولا امشيها كده ولا امشيها كده؟ يعني انتوا متخيلين ممكن تمشي ازاي؟ هدور اكيد، يعني حتى الدكتور مغششاكوا، حطها لكم عند مين؟ الكونتور. بصوا ده شايفين الكونتور ده، انا عايز امشيها في العالي، اكيد انا عايز امشيها في العالي بطول. تمام كده؟ يبقى شوف فين سكه العالي اللي في الارض بالكامل. هو الدكتور اصلا مغششاكوا اهي. بص ده كونتور كام؟ 4. طب لو كملته كده وقفلته، ها الكونتور اللي بعده 3.75. لو كملته كده وقفلته دورته حوالين الأربعة، هو مين دلوقتي اللي بيدور حوالين مين؟ الكبير. الصغير بيدور حوالين مين؟ الكبير. فاكرين القاعده اللي انا كنت بقولها لكم ديت، ان ادي كونتور 4 كانك بتقفل بقيه دايره ليه، وكونتور 3.75 بتقفل بقيه دايره ليه، واللي بعده 3.5 بتحوط، يعني الدايره بتلف حواليها دايره بتلف حواليها دايره. هتلاقي ان الاربعه ده هو اللي الصغير اللي جوه، بعد كده اللي حواليه اصغر منه اصغر منه اصغر منه. ده معناه ان ده قمه مين؟ الجبل او قمه التبه او ده المنطقه العاليه. تمام كده؟ يبقى انا همشي بالترعه دي، تروح بقى جايب القلم كده زي الشاطر، تروح ماشي بالقلم بتاعك على على التمانيات دي. خد بالك ان التمانيه دي شايفين الفيرتكس بتاع التمانيه دي، دي بتبقى اعلى نقطه في الكونتور، فانت دايما تمشي الفيرتكس 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 الفيرتكس. هتبتدي هنا بص تلاقي ايه بتحود منك، ايه ده؟ طب ليه يا باشمهندس ما مشيتش كده؟ لان هتلاقي نفسك ان الارض هنا دي كانت 8 8 بعد كده قلبت 7 او يعني ايا كان بقى 7 وقلبت 8. هتلاقي هنا الكونتور هنا ال 1.75 بيلف حواليه الاثنين اهو. بصوا باخد اي عينه كده في النص وخلاص، 1.75 وبيلف حوالي الاثنين، ايه ده؟ ده هتبقى منخفض. هل ينفع؟ لا، فانا امشي 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 في العالي، اوصل الفيرتكسيز دول ببعض كده لحد ما اوصل لمين. بصوا هحط التلسكوب هنا في الاخر. شفت انا في الاول في الاخر برضو عيني على ايه؟
اني مش ماشي وخلاص كده، لا ده انا ماشي وعارف ان انا لازم في الاخر نهايتي ان انا ارمي على مصرف. في مخرج ليا تيليسكيب في الاخر، في اهو اوريها لكم بقى هنا المرسومه، شايفين البرانش اهو، الدكتور راح مخططاها لحد ما وصلت تحت هنا في الاخر، ده كده اللي هو ايه التيل اسكيب بتاعي. تمام كده يا شباب. طيب انا كده غششتكم بقى تقريبا، انتوا كده لمحتوا الدنيا شويه. طيب لما انا دلوقتي دخلت مين البرانش ده، قولوا لي بقى هطلع منها الديستريبيوتور ازاي وباني رولز؟ احنا ممكن ناخد كروس سيكشن. ماشي تمام. ما هو انت لو اخدت هنا كروس سيكشن هتلاقي هنا العالي وهنا الواطي وهنا الواطي، بس انت مشكله في ايه؟ انك انت استغليت العالي خلاص، اخدت العالي كله عشان تمشي ايه الشريان الرئيسي اللي هيوصلك الميه، فانت مضطر ما ينفعش تيجي بقى تروح عامل لي ديستريبيوتري ماشيه موزيه ليها تاني، لا ما تنفعش. انت دلوقتي عايز تعمل ايه؟ يمين البرانش، بص اهو يمين البرانش وشمال البرانش انت محتاج ترويها بالميه، فنبتدي بقى نقترح ايه؟ ان احنا نطلع ديستريبيوتريز عموديه من البرانش، مش هو المفروض الترعه الثانيه تطلع عمودي منها او على ميل حتى، صح ولا لا؟ فانا المفروض انا عارف ان الديستريبيوتري هتطلع في السكك دي وفي السكك دي، هتطلع بقى عمودي كده ولا هتطلع مايل كده لسه مش عارفين. طب ليه يا باشمهندس هطلع كده الديستريبيوتري؟ اولا لان هي لازم تطلع من البرانش، تمام كده؟ تمام كده. ثانيا انا عايز اخدم على الارض دي كلها، فحضرتك ما ينفعش اجيب ديستريبيوتور اروح مطلعها ومشيها كده اهو. ليه؟ لان انت حضرتك كده هتعمل ايه؟ هتروح جايب ديستريبيوتور ماشي كده اهو، طب وهتوديها فين يعني؟ هتنزل تاني تحت؟ يعني انت بترسم لي ديستريبيوتور جنب البرانش، طب انا كده استفدت ايه؟ ما برضو هتلاقي الديستريبيوتور دي مش هتقدر تخدم لك المساحه دي كلها، اكيد المساحه دي كلها اكبر من ان هي تتخدم بديستريبيوتور واحده. فانت هتلاقي نفسك انك بتضطر تقسمها سلايسز، شريحه والشريحه اللي بعدها والشريحه اللي بعدها. طب قولوا لي هنا بقى في الخط ده في الشكل ده، شايفين الديستريبيوتورز دي؟ المفروض الديستريبيوتور ديت خلي بالك هي لما هتمشي في السكه دي، لو انت واخد بالك انت هي ماشيه في ارض فلات بس انت مش واخد بالك، يعني السكه دي بص ادي الخط اهو، ادي الخط موازي، ادي خط موازي، فبقى الارض بالنسبه لي في السكه العموديه ديت بالنسبه للديستريبيوتور اللي هتمر فيها دي كانها فلات، هي بعينك من بعيد هي كوريجيتد، ولكن الديستريبيوتري حكمت ان انا لازم اطلعها عمودي من البرانش من الحته دي، فانت هتلاقي ان هي ماشيه في السكه دي كانها ماشيه في ارض سلوبي اهو، خط موازي للخط موازي للخط، تمام كده، فكانك ماشي ايه مع ارض ايه سلوبي، اخده ايه اسلوب واحد، تمام كده. طيب فبكل بساطه هتيجي تروح عامل ايه؟ ماشي عمودي. طبعا برضو عينك على حاجه كمان اهم بقى محدش واخد باله منها، ايه هي؟ ان حضرتك عندك مصرف هتقدر تربط عليه الديستريبيوتورز ديت وترمي على طول عليها، واخد بالك الديستريبيوتوري، وفي هنا خط احمر كده مين ده؟ اللي هي الدي او 7 دي، اللي هو دي بقى دي تسميات برضو لايه المصارف يعني، فحضرتك اهي المصرف دوت ده الماينور درين. طب ايه ده يا باشمهندس يعني انت طلعت هنا واحده وطلعت المصرف هنا لازق جنبها، طب وهي الترعه دي بتروي مين؟ الارض اللي تحتها. طب ايه ده يا باشمهندس واحده واحده كده، امال الارض اللي فوق دي هعمل فيها ايه؟ اخدت بالك انا عامل فيه ايه هنا؟ شايفين من عند الكيلو صفر بتاع البرانش، الكيلو زيرو ما يعتبر البرانش هنا، هي طالعه عند الكيلو 8 بتاع المين، فده من عند الهيدروجيلوتر اللي هو الشكل اللي حرف اليو ده، ده الزيرو بتاعت الترعه الكبيره دي بقى، يعني من هنا تبدا تقول ده زيرو وتقيس كيلو وتقول 1 2 3 4 كي 1 كي 2 كده كي 1 كي 2 كي 3 كي 4 تخططها لي تعمل لي حاجه اسمها كيلو متراج، تمام كده. طيب فحضرتك ايه لازم اطلع طبعا ترعه هنا، لان حضرتك لو طلعت ترعه على المايل حتى هنا كده، لو مثلا انت ماشي كده في السكه دي ومثلا حسبت المنسوب ما بين الاثنين كونتور او الثلاثه كونتور دول لقيت ان الارض هنا ستيب، هتضطر تمشي عمودي، لان لو عملتها على المايل كده الحته المثلث اللي فوق ده هيموت مش هيوصل له ميه، مفيش ميه هتنط لفوق، فانت هتضطر تعمل ايه خط كده ادي ديستريبيوتر عمودي. ما حدش يجي يقول لي ايه طب ما الحته دي يا باشمهندس لو انا كنت ميلت الديستريبيوتر على حقق الميل 20 سم في الكيلو او 15 سم في الكيلو، لان مثلا السكه اللي انت هتمشيها دي شايف الخط اهو، وادي الخط الموازي ليها وادي الخط الموازي ليها، لو حسبت فرق المنسوب ما بين التو كونتورز وقست المسافه الاكس ممكن تلاقي الميل اكتر من 20 سم في الكيلو، فتقول لي لا ده انا عايز احقق ان هو يبقى 20 سم في الكيلو فاميلها، هتقول لي طب والمثلث ده، تقول لي لا خلاص بقى هخليه يتروي من المين كانل اللي فوق دي
اوعى تقول كده، اوعى فيش الكلام ده. المين كانال ما ينفعش اروي منها مباشره، اوعى تقول الكلمه دي نهائي. فلا لازم حضرتك تطلع ديستريبيوتري ومجبر انك تمشي في ايه عمودي على الخطوط الكونتور، بحيث انك انت ايه تقدر تحقق ان الارض اللي بعديها دي تبقى ايه تتروي. طب قول لي بقى من الترعه دي فين المصرف اللي هترمى عليه الميه، هتمشي كده وهتلم في المصرف ده. طب المسافه دي انا حققتها بقى، عرفت منين ان هي على المسافه دي؟ المسافه دي عرفتها منين؟ ايه بقى الليميت التاني بتاع اللي بحدد على اساسه الالاينمنت او بيحكمني الالاينمنت؟ السبيسنج، صح ولا لا؟ السبيسنج هنا ارض اصلا سلت، فهتلاقي ان المسافه دي عباره عن 1.6 كيلو، 1.6 كيلو، تمام كده؟ فانت لازم تروح قايس هنا 1.6 كيلو وتروح حاطط المصرف بتاعك. طبعا تروح ايه ماشي شويه وتروح حاطط الترعه اللي بعدها، صح ولا لا؟ غلط، لان لو عملت كده يبقى الارض اللي ما بينهم دي ماتت، فتروح لازق فيها على طول مين؟ ترعه. وهكذا تفضل ترص ترص كل 1.6 كيلو، كل 1.6 كيلو. تيجي هنا بقى هتروح راصص 1.6 كيلو، بس لما هتيجي تمشي في السكه دي كده هتكتشف، بص ادي خط ده موازي للخط ده زي ما هنا، خط ده موازي للخط ده، خط ده موازي للخط ده، فهنا ايه الترعه ما حسيتش بحاجه مختلفه. هنا لا، هنا الخط ده موازي للخط ده، هنا هيبتدي يبان ملمح لشكل كورجيت التاني. شايفين الشكل ده؟ ما بقاش موازي كده او شكله فلات او سلوبي، لا هيبتدي يظهر ايه ملمح جديد لمين؟ لشكل ايه كورجيتد. فالترعه تفضل ماشيه ماشيه ماشيه، بدل ما هتكمل زي زمايلها كده على طول، لان هنا كانت الكونتور موازي لبعضه عادي، لا تبتدي هنا. لو تلاحظ ان ده التمانيات اهي، في تمانيات اتخلقت جديده اهي. اه طب ما انا طب ما استغلها ان انا ايه امشي كده واروح داخل في التمانيات دي وامشي فيها. انت عارف يعني ايه معناها ان مشيت في التمانيات دي؟ اللي هو احنا عارفين ان خلاص، احنا عارفين ان ده ايه، ده كونتور اهو الاثنين، كانك بتكمل بقيه دايره اثنين، وده كان كونتور ال 1.75، فتكمل بقى تدور ال 1.75 حواليها. اه ده الاثنين هي اللي جوه وال 1.75 اللي بره، فعلا ده المكان العالي. فانت حضرتك تستغل، طب حلو قوي، طب ما انا امشي كده الميه هتفضل تروي لي تحتيه هنا، تمام كده، لحد ما تيجي عند الثمانيه دي واروح كاسر وماشي مع الثمانيات ديت. طب ليه بقى؟ هو انت كده الحته دي ماتت؟ لا ما ماتتش. ليه؟ لان هنا بالنسبه للشكل الكورجيتد ده الحته دي عالي والحته دي واطي، مش زي هنا. لا هنا انت لو قطعت كروس سكشن عمودي كده اهو هتلاقي الحته دي عالي، واسف الحته دي واطي والحته دي عالي. اما هنا لو انت قطعت كروس سكشن عمودي على الترعه هتلاقي لا ده عالي وده واطي وده واطي. خلي بالك، ها خلي بالكم النقطه دي قوي، لو قطعت كده اهو هتلاقي هنا ده عالي بالنسبه لهنا، تلاقي ده عالي وثم بعد كده ينزل لواطي وواطي. فكأن التمانيات، شايفين التمانيات دي اتقلبت بقت هنا، فهبتدي استغلها ان همشي كده اهو. وهنا بقى انا ضامن ان الميه هتمشي في السكه دي وتمشي في السكه دي. هنا انا ما بطلعش عكس الارض، هنا انا ضامن ان النقط دي اتبه، بس هي معوجه. يعني انت لو انت ماسك ورقه الاجابه دي ورحت عاوجها لنفسك كده في الامتحان، عملتها للروتيت، هتلاقي ان ايه وخليت الخطوط ديت عشان بس ما تتلخبطش عمودي على وشك يعني، او زي كده، تمام كده. لو انت حاولت راسك كده، اه ده هنا كده العالي اهو يا جماعه، وادي الواطي اهو، وادي الواطي اهو، وادي الواطي اهو، وادي الواطي اهو، وده العالي عالي عالي. فخلاص اوصل العالي ببعضه وبيروي كده وبيروي كده. طبعا هنا قول لي المصرف ده اتحط بناء على ايه اللي مشي؟ ولو طلعت وبص المصرف بدا منين، هتقول لي يا باشمهندس ايه اللي بداه من هنا؟ طب ما كان يبدا من هنا، يعني انت حددت منين ان هو بدا من هنا؟ ما هو من اول هنا بحط الميه هتروي يميني وشمالي، فمن اول ما هيبتدي يبقى فيه ري يبقى يبتدي يبقى فيه صرف، عشان بس ايه المصارف ما يبقاش ليها بدايات، ليها نهايات طبعا. اه اما البدايات بتتحدد بمجرد انك انت تشوف الميه هتبتدي تروي فين، انت عايز تخدم على انهي ارض، على انهي اريا. فانت عندك المصرف بداته من هنا عشان يبتدي يجمع لي الميه من اول ما هيبدا هنا الميه ترمي كده اهو، ومشيتها في السبعات هنا اهو، شايفين بالكم في المنخفض لحد ما وصلت سلمتها لمين؟ للمين درين. والترعه دي فضلت ماشي في العالي في العالي في العالي. كان عندك هتيجي تقول لي طب ما انا كنت وصلتها هنا ورميت هنا وخلاص يا باشمهندس التلسكوب، اقول لك جميل، طب والحته اللي هتبقى تحت دي انظامها؟ اه هتموت، لان حضرتك ساعتها هتبقى بتروي كده 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 ووقفت هنا. طب والجزء اللي تحت دوت؟ لا ما انت لازم تحط له ايه، يبقى الترعه بدل ما كانت تيجي وتقف هنا، لو وقفت هنا دي ماتت الحته المستطيل اللي تحت ده، فلازم تروح نازل بيها موازي للمصرف لحد ما ترمي تحت،
عشان تضمن المية تفضل تمشي ازاي كده والحته دي تترمي. وطبعا المسافه ما بين ده وده ايه اللي هو السبيسنج. حلو كده. طب المثلث ده كده ده مات؟ في حد هيقول لي ده مات؟ اوعى المكان ده ما ماتش. ليه؟ لان ده العالي وده الواطي، فانا ايه ضامن ان انا ماشي في كورجيتد، فالميه بتروح كده في السكه دي. والمصرف اللي فوق ده كملته ايه دايركت عشان هو كده كده بيلم الميه اللي فوقه، فمش فارق معاه ان هو كان يلف هنا وما يلفش اصلا. تمام كده شباب. نفس الكلام برضو الناحيه الثانيه هتلاقي ماشي كده اهو. بعد كده هتلاقي الخط ايه الكونتور خدمك، بص قلب كورجيتد ما بقاش فلات زي اللي فوق دول كده موازيات. فتبتدي تمشي برضو في الثمانيات لحد ما توصل تحت، بحيث انك تضمن ان الميه تمشي يمين وشمال. والسبيسنج دي قد ايه المسافه دي؟ برضو 1.6 كيلو، وتروح شدد الخط بتاعك في الايه في الواطي. وخد بالك اصلا انت مجبر، حتى لو مش 1.6 كيلو انت مجبر انك تحط هنا واحده، ودي برضو بالاجبار على فكره، لان دي اصلا منطقه منخفضه فكده كده هيجمع فيها الميه، فكده كده لازم تحط ايه المصرف. يعني في حاله كوريجيتد زي دي كده انت بتبص من الاخر كده، انت بتحط المصرف وبعد كده تشوف الدنيا ماشيه على ايه، يعني تشوف الدنيا ماشيه على ايه، فاهمني؟ تمام كده. فانت تيجي تعمل ايه، تروح حاطط المصرف تشوف الدنيا ايه ماشيه ازاي. قيس بقى المسافه دي، لو طلعت كبيره هضطر اروح اعمل ايه، اروح قايس مسافه ال 1.6 كيلو، احط ترعه هنا ثانيه واروح حاطط جنبها على طول ايه اسف احط المصرف هنا، بعد كده اروح راشق كده جنبها من مثلا من اطلع واحده من هنا كده موازيه ليها، واطلع ديستريبيوتوري ثانيه هنا عشان المصرف هنا تبقى المسافه ايه ما بينها وبين الترعه اللي قبلها اصغر من 1.6 كيلو. يعني شوف ممكن في الكوريجيتد المسافه دي تكبر فاضطر ان انا اقسمها. طبعا ما حدش يجي يروح مطلع لي واحده من دي عملت ايه، دي مش ديستريبيوتوري، دي بقت برايفت، ده الدرجه الاقل احنا مالناش دعوه بيها. فتضطر تطلع واحده هنا كده هيدرجيوتر ثانيه جنبها وتمشي موازي 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 جنبها كده، ومن هنا تروح قطمه، تروح لفه في السكه دي بس عشان بس ايه يبقى الترعه، وتروح اي 1.6 كيلو تعمل مصرف ثم تعمل ترعه لزق فيها تبقى بدايتها من هنا برده، وبعد كده المسافه دي تبقى 1.6 كيلو، يبقى كده ايه انت سيفت المسافات. هتقول لي طب والمسافه دي ودي؟ لا 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 ماليش دعوه بيها، لان ده جزء من مين، الحته دي جزء من البرانش، ماليش دعوه بالديستريبيوتور، ملهاش دعوه بالايه بالديستريبيوتور. تمام كده. حد بقى قال لي كده طب باشمهندس اللي عملته هنا هو اللي انت عملته الناحيه الثانيه، بس المصيبه الاكبر ان هنا كان عندي ايه طريق مفيش مصرف هنا، هتضطر انك انت حضرتك تحط بنفسك مصرف يخدم لك على المنطقه المنخفضه اللي على اليمين دي. ادي مصرف بطول الارض كلها وادي نهايته تحته، سميناه دي 4 دي ايه 4، ده اللي هو مين المصرف مش الرئيسي اللي ده المين. رحت انا عامل واحد ميجور يجمع شويه الماينورز دول، شايفين الماينورز دول؟ دول الماينورز دول هيروحوا متجمعين هنا. الماينورز لو تلاحظوا رموا في مين؟ في المين على طول، ما عنديش مشكله. طب والناحيه الثانيه؟ لا ما انا لازم اتصرف، الماينورز دول رحت عامل واحده ميجور كبيره تجمعهم وفي الاخر تروح راميه تحت فين؟ في المين. طبعا يا باشمهندس اشمعنى هنا؟ ما انا اوريدي الارض اصلا الطبيعيه خدماني ان الحته دي كلها منخفض سبعات اهي، فالحته دي كلها ايه منخفض اصلا في الكوريجيتد. تمام كده يا شباب؟ خلاص. فدي ايه بالنسبه للالاين. بعد كده بقى تبتدي تحط التسميات، يعني ايه والترقيم. يعني مثلا الترع تمسك ترعة مثلا، وتمسك هنا مثلا ادي الترعة الكبيرة بتاعتنا البرانش اللي عند الهيدري جلوتر ده الصفر، وتفضل تقيس سنتي او اسف على حسب بقى كيلو وكيلو، شوف بقى الكيلو عندك هو بكام سنتي، تقيس كيلو وتروح عامل خط كده تكتب K1، تقيس كيلو تاني K2، كيلو تالت K3 وهكذا. طب وبعدين تمسك نفس الكلام برضو تعمله لكل ديستريبيوتري لوحدها، كل ديستريبيوتري من عند الهيدري جلوتر بتاعها ده تروح حاطط ده الزيرو K0، بعد كده تقيس كيلو K1 K2 K3 K4. طب المصارف بتترقم ازاي؟ من الاخر للايه للاول. يعني مثلا مصرف زي ده الصفر بيبدا من عند الاوت فول من عند السهم، وتيجي تقول لي K1 K2 K3 K4 لحد الاخر. تمام كده. طب التسميات دي بتتسمى ازاي؟ بالنسبه للترع انت دلوقتي عندك الترع الكبيره دي اللي هي اسمها C2، اهي C2 اللي هي طالعه من المين كانال سي، والدكتور اوريدي مدي لك اسمها. طيب تيجي بقى الترع تبدا بقى من الزيرو بتاع البرانش وتفضل ماشي بايدك كده،
اول ديستريبيوتور خرجت عندك مين؟ دي ودي، ده مش فارقه، ممكن تسمي دي، هي اول حاجه هيتسموا ايه؟ سي 2 ثم بعد كده ترقيم بعدها، لان دي كانت سي طلع منها سي 2، طب دي تبقى سي 2 1 ودي تبقى سي 2 2، طب اللي هيعكسهم مش فارقه، هما الاثنين طالعين من نفس المكان، ونفس الكلام برضه هيبقى في اللي جاي. طب دي سي 2 3 سي 2 4 سي 2 5 سي 2 6، انا بص ماشي بالتدريج، اول ما قابل ديستريبيوتور راح مسمي، قابل ديستريبيوتور راح مسمي، وانا ماشي على البرانش بايدي اهو في 2 اهم طلعوا 2 7 2 8. طب لو دي كانت طالعه كده ودي كانت طالعه بعدها، لا دي لازم تبقى هي ال 2 7 ودي لازم تبقى 2 8. امال هنا ايه اللي اللي ما اختلفش او ما فرقش معايا؟ عشان الاثنين طالعين من نفس النقطه، مش هتفرق معايا حاجه، تمام كده. طيب اخر حاجه خلاص يا جماعه عشان عارف زهقتوا، اللي هو المصرف. المصرف بيتسمى بناء على ايه؟ انت بتشوف المصرف دوت بدايته فين ونهايته فين، ده نهايته اهي واكيد ليه بدايه في الاول هنا، تمام كده. فما اعرفش بقى بصراحه هو دلوقتي دوت كده ده المين درين دي بناء على ايه بقى؟ ده تسمى دي 4. يعني انا بقى بعمل ايه؟ شايفين اهو دي كده اهو، ده الزيرو بتاعي، افضل ماشي 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 ماشي. لو انا مسمي دي دي 4 اول مصرف هيرمي عليا، بص بمشي من هنا ايه من الزيرو وافضل ماشي ماشي. العكس الكنال كنت بمشي من ايه؟ من هنا او هنا بالبرانش اهي، كنت بمشي من الزيرو بتاعها وافضل ماشي كده واشوف مين اللي ايه طالعين الديستريبيوتورز وارقم. لا هنا من الاخر ابدا من الاخر وافضل طالع طالع بالراجع. اللي هتقابلني اول واحده ماينور تبقى اسمها دي 4 لان هي طالعه هتصب على دي 4، يبقى دي دي 4 1، اللي بعدها دي 4 2، دي 4 3، دي 4 4، دي 4 5، تمام كده. طب دي اصلا اتسمت دي 4 بناء على ايه؟ المفروض اصلا الدكتور تبقى قايله لك ان هنا كان في ميجور درين ثانيه كان اسمها دي 3، فبناء على كده فده اتسمى دي 4، تمام كده. فلو انا لو انا مكانكم كنت هسمي دي دي 1، لان انا بالنسبه لي قدام عيني ما فيش غير هي دي، الا لو انا يعني يمكن مش واخد بالي من حاجه، قد ممكن اكون انا مخطئ يعني، بس انا اللي بلمحه مين درين دي مفيش اي ميجورات ثانيه. يعني لو انتوا واخدين بالكم ان في ميجور ثاني مثلا، مفيش دي 4 دي 7 دي 6 مفيش، تمام كده. فخلينا نتكلم دي ايه هنسميها دي 4، ده كده افتراضا يعني، لان انا مش شايف اي حاجه توحي ان احنا نقول دي كذا، تمام. طيب هنا بقى هنيجي بالراجع، دي كده خلاص دي ايه دي دي 4، هنرجع بقى هنا كده. المفروض دي كده بالنسبه لي درين اهو، هيبقى دي 0 1 لان ده درين 0، تمام كده. فنقول ده بقى ده اللي بترمي على الدرين، بقى دي 0 1 اللي بعدها دي 0 2 دي 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 اللي هو الدرين دي. ولو ان انا من رايي في كده مشكله بكلم الدكتور فيها، يعني ان طالما سمينا ده دي 4 اي حاجه هترمي في المين يبقى دي ميجور بالنسبه لي. يعني دي مثلا بالنسبه لي ايه؟ تبقى دي دي 5 طالما هي بترمي على طول على المين، ودي المفروض تبقى اسمها دي 6 ودي دي 7 دي 8 دي 9 دي 10 دي 11. طب ما اعرفش بس التسميات دي هراجع الدكتور فيها، تمام كده. ولكن انت بالنسبه لك اكيد يعني انت لما توصل للمرحله دي تبقى انت برنس يعني، فاهمني؟ بس انا ايه هبقى راجع النقطه دي مع الدكتور عشان الحل ده منزلاه، فبقى راجعه معاه عشان اشوف بس ايه مشكله ان احنا نسمي دي صفار بالرغم ان ده اصلا انتوا فاهمين انا بقوله؟ يعني ده المين، اي حاجه هترمي عليه اي مصرف هيرمي عليه مباشره يبقى بالنسبه لي بيتسمى بيها على طول. اما هنا دي كانت دي 4 بترمي على المين، بس دي كان دول بقى ليه بقى ماينورز؟ علشان بيرموا على الميجور مش بيرموا على المين على طول، بيرموا على الميجور والميجور هو اللي بيرمي على المين، تمام كده يا شباب. انا كده بالنسبه لي انا خلصت، لو في حد عنده اي حاجه او اي استفسار يقدر يقول لي يعني دردش معايا. شكل الناس نامت اصلا. لا لا صحيح يا باشمهندس. طيب والله باشمهندس شرحه جميل مش محتاج. تمام يعني هل الدنيا اتفهمت لحد ما بشكل كبير يعني؟ بشكل كبير الدنيا ظبطت كده يعني الحمد لله، ومع المحاضره برضو فنلم الدنيا باذن الله والشيت يعني. الحوار ده بقى مش هيحتاج مذاكره انك تقعد تحفظ وتحسب الميول لا لا لا، اهم حاجه انك تعمل ايه؟ عينك
تروح على الحاجات دي اهم حاجه، الحاجات اللي هي مين مثلا، لا يعتبر انا اتكلمتك في الحاجات الاساسيه، يعني تعرف شكل الترع، شكل المصرف، تحفظ التدرجات ديت، طبعا تبقى عارف الميل بتحسبه ازاي على الارض الطبيعيه على الخريطه. دي الجدول ده مهم جدا جدا لازم حافظه، وبالتدرجات تبقى عارف مين بيصب في مين او مين بيغذي مين، تبقى حافظ دول الليميتس بدون بقى تخش في تفاصيل حسابات، انت تبقى حافظ مين الليميتس تمام كده، تبقى عارف مثلا الليميت بتاع الكلي بتاع السلت بتاع الساند. ايه تاني؟ طبعا تبقى عارف طبيعه الارض، عارف انت بتمر على الكلام ده، هو مرور الترام سريعا كده يعني، بس حاجات اللي هي تتحفظ بتقعد بقى، والسلوب ان كان اكبر من 30 اذا مش عارف ايه، لا 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 ما تقعدش تعمل كده تمام. بس اهم حاجه بقى في الحوار كله انك تمسك خريطه زي دي وتفضل تجرب بايدك وتشوف نفسك عرفت تعمل زي الدكتور فكرت فيه، طب ليه انا غلطت في دي، طب ليه دي ما ظبطتهاش، وتشوف انت بتغلط في ايه. الالاينمنت مش هتبقى برنس فيه غير لما ترسم كتير، او يعني شوف مثلا اي امتحانات فاينل السنين اللي مش افتحات فاينل، اي امتحانات ميد ترم السنين اللي فاتت. الدكتور اعتقد قبل كده كانت منزله زي ملزمه فيها مجموعه من الالاينمنتس، كانت كامثله تانية يعني، جيب الامثله بتاعه الالاينمنت بتاعه السنين اللي فاتت، الشتات السنين اللي فاتت، فهمني، بحيث انك تجرب بايدك وتعرف ايه اللي غلطت فيه، وتكلمني بقى نتقابل في الكليه لما تقابلني، لان احنا المره دي بس اونلاين، بعد كده هيبقى في من خلال السكشن ان شاء الله، فهنبقى مع بعض. يا باشمهندس انا جربت في خريطه زي دي شفتها في امتحان السنه اللي فاتت، ومعلش اتفضل. انا بس عندي سؤال في حاجه حياتك في المساله دي، اللي هي الدكتور ليه ما مايلتش الديستريبيوتورز، ليه ما عملتش ايه، ليه الديستريبيوتورز ما مايلنهاش، يعني ليه الديستريبيوتور خليتها ماشيه افقي، انا كده مدي الديستريبيوتور ميل كبير قوي. ما انا عارف بس انت، ما انا معاك، انت بص كنت ممكن تعمل حاجه حلوه، ايه هي؟ انك انت هنا اول واحده بس انك انت تبقى مجبر عليها انك تمشيها ايه افقي، عشان مش هينفع المثلث ده يموت، وبعد كده تمشي 1.6 كيلو ومن هنا تبدا تعمل ايه، تاخد بالمايل، اميل تميل بالظبط. بس خد بالك برضو لو انت عملت التمييله دي هتلاقي ان المسافه عماله تكبر، انت فاهم قصدي، اللي هي 1.6 كيلو، فانت عشان كده ايه هتلاقي الدنيا محكومه، اول واحده هي اللي راحت ظبطت الباقي، هي اول واحده دي، اول واحده دي لما بتعملها تقريبا هي اللي بتظبط بقيه المصارف او بقيه الشكل بتاع التخطيط، هي اللي حكمت لك الدنيا كلها. طب هل لازم تشكل، هل لازم تشكل اس عن طريق اللي هي ال 50 سم زي الدلتا الاتش على الميل؟ طبعا اللي هي دي، انا عارف اللي حضر المحاضره هيبقى فاهم الحته دي، اللي انت بتشيك على الايه السلوب بتاعك او على السبيسنج بتاعك، انت قصدك على دي، يعني لازم اللينس بتاع السبيسنج اللي ما بين الديستريبيوتري والدرين بتاعها، مظبوط، لازم يكون ممكن 1.6 ولا 1.7 1.8، ما ممكن ما في ميل عندي، هل لازم تشيك على الحكايه دي؟ موضوع انك تشيك على الاسلوب السبيسنج بتاعك ضروري، لان ساعات بتلاقي نفسك انت مش محتاج 1 كيلو، لا انت ممكن تلاقي مثلا ان الفرق ما بين الكنب، بص هتعرف الكلام ده منين، من عن طريق الكونتور انترفال، يعني هتعرف انك انت مثلا الفرق ما بين الكنل والدرين تتشيك عليه، انت لما تقيس مثلا الواحد كيلو او ال 1.6 كيلو وتشوف الفرق في الايه، في المنسوب ما بين الترعه الارض الطبيعيه اللي هنا اللي هتبقى عندها الترعه والارض الطبيعيه اللي هيبقى عندها المصرف، لو الفرق اللي هو زي ما بيقولوا كده اللي هو النص متر دوت، هيبقى مش النص متر بقى يعني احنا لو فرق 50 سنتي على 30 سنتي بالكيلو، آسف الفرق بنتشيك عليه ازاي، بالسلوب يعني انت بتقيس ال 1.6 كيلو او بلاش، بص الحته دي مهمه فعلا، بصوا يا جماعه الحته هنا، بص اللي هي هنا دي، حضرتك انت بكل بساطه بعد ما رحت راسس مين الكنل وتروح وتشوف انت المفروض هترص الدريم موازي ليها،
فانت عرفت ادي دي الارض الطبيعيه اللي ما بينهم، تشوف ميل الارض الطبيعيه هنا بكام. تمام. تشوف ميل الارض الطبيعيه هنا بكام. فممكن ممكن يعني مثلا دي سلت، فالسلت احنا متوقعين ان الارض الطبيعيه بتاعته بكام، الميل الارض الطبيعيه اللي بيبقى ما بينهم عشان الصرف 30 سم في الكيلو. لو انت بقى لقيتها اكتر من 30 سم في الكيلو، لا معناها ان الارض ستيب هنا شويه. طب ايه ده مش ده ممكن يخدمني يا باشمهندس؟ اه هيخدمك، لان لو الارض ستيب بزياده اكتر من 30 سم مع انها تربه سلت، ده هيخلي السبيسنج بتاعك ماله يقل شويه اكتر. صح ولا لا؟ اسف، لو هو يقل المسافه تقل، لان ده معناها ان الميه ده معناها ان الميه هتتجمع اول باول. تمام. فانت محتاج انك تلاحق انك تضم الميه على طول. انت فاهم القصد ايه؟ يبقى اول حاجه احنا بنتشيك على مين، على الاسلوب اللي في الاتجاه. يعني انت خلاص عرفت ان الترعة هترصها في السكه دي، فانت عارف ان المصرف هتبقى موازي ليها، فتبتدي تتشيك على الاسلوب، تاخد اول نقطه عند الترعة اللي فوق والنقطه اللي عند مين، او اي نقطه على خط الكونتور في الاتجاه اللي انت هترص فيه موازيات. تمام كده اهو، وبجيب الدلتا اتش اهي، هترص فيها موازيات وتجيب ايوه الفرق بالظبط كده، هو الدلتا اتش دي اللي مطلوب، وتروح جايب فرق مين، الدلتا اتش، وتجيب السلوب واقسمها على السلوب بتاع الارض، ولا السلوب بقى السلوب اللي انا عارفه. لا سلوب الارض، ما هو انا اللي عايز، ما انا اللي عايزه ان انا اجيب سلوب الارض دي. لو السلوب الارض دي اكتر من 30 سم في الكيلو، بالرغم ان هي سلت، يعني مثلا لقيت السلوب ده 40 سم في الكيلو 50 سم في الكيلو، هتروح انت معوض بالسلوب الجديد دوت، وتعوض بالدلتا اتش الجديده. طب والميل من الارض، هو الميل اللي هو 50 سم في الكيلو انت حسبته. تمام. انت كانك بص، الدلتا اتش دي هي دي الكونتور انترفال. تمام. يبقى تاني انت بتاخد ادي دلوقتي، انت عارف ان الترعه هتمر هنا. طيب جميل، وانت المفروض عارف انك هترص المصرف موازي ليها في السكه دي. طب ممكن بعد اذنك بقى نقيس السلوب اللي هنا. تقول لي يبقى هاخد نقطه هنا واخد نقطه عمودي كده، تروح عامل خط عمودي كده ترسمه. هو حتى يرسمه لك اهو، اللي هو الكونتور، اللي هو فرق الكونتور انترفال على الاكس، فرق الكونتور. الله ينور عليك، فرق الكونتور انترفال على المسافه اللي هي مين، الاكس. تمام كده. بس تعرف بقى هنا لو طلعت 30 سم في الكيلو، يبقى انت كده عرفت ان السكه دي الميل بتاعها 30 سم في الكيلو، فتروح راصص على مسافه 1.6 كيلو خلاص. اوبا، امال بقى لو انت لقيت ان الميل هنا اكتر من 30 سم في الكيلو، ساعتها هتروح جاي هنا بقى في المعادله بتاعتك دي، وهتحط الاي تحت هتحط الاي تحت بالميل اللي انت حسبته الجديد اللي طلع مثلا 50 سم 70 سم في الكيلو ايا كان، وتروح حاطط اللي هو الدلتا اتش اللي هو قيمه الكونتور 50 سم زائد الدلتا اتش. ايوه اللي هو 50 سم زائد الدلتا اتش اللي هو الكونتور انتر على الميل الجديد الستيب، اللي هو اكتر. فتلاقي السبيسنج طلع معاك بقى ايا كان بقى، شوف السبيسنج الجديد طلع بشكل كام. تمام. الخطوه بقى دي انا اسف طولت يا باشمهندس، الخطوه دي يا باشمهندس اعملها قبل اعملها بعد ما احط اول ديستريبيوتر، ولا بعد تاني ولا بعد لا بعد ما تحط اول ديستريبيوتر. تمام. باشمهندس اتفضل. هو دايما فرق المناسيب هيبقى 50 سنتي، مش هيتاثر بكل الحاجات اللي احنا بنقولها دي؟ فرق الميه، يعني فرق الميه في الكانل والماينر اللي هو الواحد والواحد ونص اللي احنا هو مش الفرق. لا طبعا اكيد الفرق طبعا بيبقى مختلف عن 50 سم شويه، ولكن النقطه في الميل، ميل الارض. ميل الارض اللي هتبقى الميل الارض اللي انت هترويها والميه هتتدحرج عليها وتبتدي تروح تصرف في المصرف الثاني الناحيه الثانيه، هو ده اللي بيحكمني. انت فاهم قصدي؟ يعني 50 دي اعتبرها دايما ثابته على طول. بالظبط. لان دايما لو انا دلوقتي الميل 30 سم في الكيلو مثلا زي ما هو احنا عايزينه، يبقى انا لما هاجي احط على مسافه 1.6 كيلو، يبقى انا ضمنت ان الفرق في الارض الطبيعيه 50 سم، فاهم؟ او الفرق ما بين منسوبين الميه 50 سم، وانا عايز دايما ده يبقى متحقق. يعني انا عايز ده دايما يبقى متحقق في السيستم. وانا دايما بص، الميل هو اللي لو الميل طلع 30 سم في الكيلو
فانت لو رصيت كل 1.6 كيلو يبقى انت اكيد خليت الفرق ب 50 سنتي ما بين منسوبين الميه. تمام فهمت اللقطه ايه؟ وهو ده اللي احنا بنبقى عايزينه بعد كده في التصميم، ان احنا بنضطر ان احنا نغوط شويه العمق بتاع المصرف عن الارض الطبيعيه، علشان بنحاول نبقى الميه دي بتبقى مليانه بقى رواسب ومليانه يعني حاجات، يعني ده مش سيوج، ها ده مش صرف صحه يا جماعه، ده صرف زراعي، ها عشان بس عدش مخيلته، لا ده عادي يعني، بس هي بتبقى ميه طبعا مليانه طفيليات ومش عارف ايه وبتاع، فاحنا وبيبقى ليها اكيد طبعا ريحه وحشه وبتاع شويه، بس يعني مش سيوج، ها مش سيوج. فبالتالي بنخليها ايه، بننزلها تحت الارض قدر الامكان عشان نسحب، لما بنزل انا كده تحت ده حاجه تاخدوها قدام، بنسحب حاجه اسمها خط السيبج. هنا في خط كده بيبقى ايه، الميه بيحصل لها انفلتريشن من جنب الترعه، من الجنب ده السايد سلوب ده، وبيفضل ماشي في شكل ايه، مواسير تحت الارض الطبيعيه لحد ما يتصل بمين، مستوى الميه الناحيه الثانيه. فانت لو رفعت الميه هنا هتلاقي الخط الميه ده عالي فوق، خط السيبج، تمام كده؟ ده اكيد اخدتوه في السويل او هتاخدوه، اللي هو حاجه اسمها الفلو لاينز، تمام كده، اللي هو خطوط السريان اللي بتبقى تحت الميه تحت الارض الطبيعيه. ده بيبقى نتيجه بيحصل ايه، ان الميه تتحرك من الضغط العالي للضغط ايه، هنا الميه في العالي تبتدي تتحرك لحد ما توصل للارض الايه المنخفضه، فيبتدي اول ما الميه نقطه اول نقطه ميه تبتدي تتحرك كده اهو، اول ما تلاقي فراغ هواء قدامها بقيه الميه تبتدي تتسرسب وراها، تتسرسب وراها، يبتدي يعملوا هنا ترعه او حفره كده بنسميها دي ظاهره البايبنج، ان بيتعمل كان الميه بتحفر زي ماسوره في الطين، دي سكه ميه تحت ايه، مواسير رفيعه كده تحت الايه الارض، تمام كده. فده اللي بنسميه خط السيبج. خط السيبج ده حضرتك لو رفعت يعني لو رفعت الميه دي، فابتدت الميه إيه؟ طبعا انت لما هترفع الميه هتقول لي طب ما الميه هتفضل تنزل كده يا باشمهندس، بس لو نزلت كده ولقيت الميه دي عاليه، فهتلاقي كده معناها ان هنا الميه وهي جايه تخرج هتلاقي جبل من الميه في وشها، فمش هتكمل ايه سريان، فهتحاول تدور على سكه اسهل تعرف تخرج منها. طب لما خط الميه ده يعلى، انت مش واخد بالك بقى هنا وجذورها هنا، فالجذور اللي موجوده هنا شايفينها هنا، ده الارض الطبيعيه، هنا الشط هيطلع وهنا الجذور بتاعتها، فالجذور بتاعتها اللي هنا دي هتلاقي الميه هنا مالها مغطيه الجذور بتاعتها، فهيبقى الارض هنا مشبعه، فبالتالي ايه اللي هيحصل، النبات يموت. ده اللي احنا كنا اخدناه في راي وصار في السنه اللي فاتت، اللي هو الدي ان والدي روت والدي افكتيف ومش عارف ايه، اللي هو عمق الري الفعلي والكلام ده كله. اهم حاجه عندي ان الميه دي خط الميه ده ما يجيش هنا، عشان لو جه هنا هيعمل ساتوريشن للجذور بتاعه النبات، فهيخلي الانتاجيه بتاعتها تبوظ ويحصل لها عمليه ايه، ذبول، تمام كده. عشان كده بحاول اسحب المصرف لتحت قدر الامكان عشان اسحب سكه الميه بتاعتي ايه تحت، تمام كده، عشان ابعدها عن ايه الجذور اللي فوق دي. تمام شكرا يا باشمهندس. تمام يا شيخ. تمرني باي حاجه تاني؟ لا يا باشمهندس، الاس دي تزيد عن 1.6 ولا ايه؟ تاني معلش الصوت تاني. هي الاس اللي هي بتاع السبيسنج دي ممكن تزيد عن 1.6 عادي لو حصل ان ال لو الاسلوب عادي، لو السكه بتاعت الارض، لو مثلا الارض الطبيعيه هنا الاسلوب بتاعها كبير، فبالتالي ممكن المسافه بتاعتك تكبر. تمام تمام كده. العفو انا هقفل الريكورد دلوقتي اهو، وانتوا اوريدي هتلاقوه موجود، انتوا دلوقتي دخلتوا على اللي هو اللينك اللي هو بيدخلك على الميتنج، هتلاقي في حاجات زي كان ايه شات كده، شات تحت اللي هو الانونسمنت بتاع اللي هو الاعلان بتاع الميتنج، اللي هو التاريخ واليوم اللي احنا كنا نتقابل فيه ده، هتلاقي تحتيه كده شات، الشات ده هتلاقي في وسطه او اخر حاجه هتلاقي فيها اللي هو الفيديو بتاع الريكورد بتاع سيكشن النهارده. تمام كده؟ تمام يا باشمهندس. تمام يا شباب، انا هو عامل اهو ستوب ريكورد.